السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواننا، أهلا وسهلا أهلا وسهلا ومرحبا بكم إن شاء الله في هذا البث. إن شاء الله يا ربي يكون نافع غير ضار. مرحبا بكم خوتنا، أهلا وسهلا، بارطاجيونا اللايف خوتنا، ربي يحفظكم باش يطلعوا خوتنا معنا، ومن بعد نبداو اللايف تاعنا بالتدريج إن شاء الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مرحبا بكم اخواننا، اهلا وسهلا، بارطاجيونا اللايف من فضلكم، ديرونا البارطاج 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 البارطاج، تحسب راني نبيع في الطماطيش في المارشي، البارطاج 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 البارطاج، البطاطا 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 البطاطا، والبتاتا البتاتا البتاتا يا البتاتا، يلا بارطاج اخواننا، بارطاجيونا اللايف من فضلكم، خلي خاوتنا يطلعوا. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اخونا حمزه انتي شيتا، وعليكم السلام ورحمة الله، وعليكم السلام عبد الله، مرحبا خاوتنا الله يحفظكم، بارطاجيونا الله في خاوتنا. عنواننا اليوم ونقطة الحوار تدور على الكفار الجدد، الكفار الجدد راه داخل عندنا أقوام من عمي ما كنتش نعرف، لا إله إلا الله محمد رسول الله، تخلع عسل هما ما همش بزاف بهم يخلعوكش، تقلق ما ولا تقول بزاف راه متغاو علينا، وما كاينش ما تخافش يخوفوكش ما يخوفوكش، ما مش لهذيك الدرجه اللي تخاف منهم، بصح راهم يربشوا، راهم يحفروا ويربشوا، راهم يوجدوا زعما باش يديروا كيما داروا شبكه تاع دعار، حاولوا يديروا شبكه تاع ملحدين وشبكه تاع كفار وشبكه تاع شيعة وشبكه تاع خماج وشبكه تاع وسخ، ومن بعد يخرجوا لك بطوائف ويبداو يديروا لك الفتنه كيما داروا في العراق وكيما داروا في سوريا وكيما داروا وكيما راهم مازالوا صادمين في مصر، كيما داروا في اليمن، اي يحبوا يحسبونا حنايا حمير، حاسبين حمير، حاسبين احنا غير اجي وصدم، ها حاسبين احنا غير اجي وصدم هكذا. اهلا خويا الصطيفي، ربي يحفظك، حياك الله وبياك، فهمت، حاسبين حنايا كيما شي قوام، يعني اي حاجه تعطيها له يقبلها ويقاتل من اجلها حتى ولو كانت كفرا، فهذه الحاجه احنا ما نقبلوهاش، احنا ناس عندنا عقل الحمد لله، عندنا عقل وعندنا ثقافة وعندنا احترام، وإن كاننا في مرحلة ضعف، في مرحلة ضعف، هذه حالة الأمم في الدنيا، أمة تجيها وقت من الازدهار ومن بعد تعتريها فترة من الضعف ثم تعتريها فترة أخرى من القوة وبعدين تضعف، وهذه حالة الأمم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نايا نيمت ندير، مرحبا بك أختنا نايا، مرحبا بك خويا ليليانوس، مرحبا بك أختنا بي ان اش دي، مرحبا بك بن حماد ولا بن حداد ولا بن بي ان اش دي، مرحبا بك خويا، وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم، اهلا وسهلا، بارطاجيونا اللايف اخواتنا، ربي يحفظكم، بارطاجيونا اللايف، ومانيش محتاج منكم قهوه باسكو راني درت القهوه تاعي، هاي ما نشربش القهوه تاعكم وانا هكا خلاص زعفت عليكم. القهوه تاعي فيها السكر والحليب من غير ليزان، حياك الله اخي انتي شيطة، حيا الله حرار غليزان، حيا الله حرار غليزان، ناس ملاح، لا اله الا الله محمد رسول الله، بارطاجيونا الله في اخواتنا، لا اله الا الله محمد رسول الله، يا ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم، بارطاجيونا الله في اخواتنا، ربي يحفظكم باش نبداو اللايف تاعنا. على بالك اللايف في التيك توك مش كيما في اليوتيوب، تيك توك دير لايف تهضر تهضر من بعد يزيدوا يطلعوا الناس ما عرفوش واش هضرت في الاول، تما تزيد تعاود من جديد وتبقى تعاود، شغل راك تندغ في شوينغون كل مره تعاود، الناس اللي حضروا معنا في الاول سمعوا الموضوع ومن بعد نزيد نسمحوا لهم يزيدوا يملوا، ومن بعد نزيد نسمحوا لهم دخلوا الناس يزيدوا يملوا اكثر وهي رايحه، ونولي انا نملل في الناس المتابعين تاعي، فصبروا عليا خاوتي وربي يحفظكم، ربي يحفظكم ان شاء الله. هي المهمه خاوتنا نبداو اللايف نتاعنا بإذن الله عز وجل. شوفوا لنا موضوع نبداو فيه، طراش هيا شوفوا لنا موضوع نبداو فيه، هاي افتحوا انتوما موضوع ولا نفتح انا موضوع. ازول 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 دو باري حميد، مرحبا بك خويا، ربي يحفظكم، حرار باري. هذا الشهر الجاي هذيك تاع تما تاع 5 جوي على بال بلي يديروها لو دو زوج في الشهر، باسكو طيح بالسبت ولا بالحد زوج في الشهر، لازم باري تتقلب، لازم باري يحضر لها الحافي واللي لابس الصباط، ما كاينش الظلم، لازم الجزائريين من كل حد وصوب، ما نقبل حتى عذر من كل حد وصوب، لازم فرنسا تتقلب، لازم نديرو لهم اكثر من المظاهرات الفرنسيه اللي راها قايمه عندهم،
ماذا بينا؟ ماذا بينا؟ باش تلفتوا الانتباهات زيدوا حلوا الكمار. تحياتي الكمار خويا، مرحبا بك، راك عندنا يا من بايونسي شو او ويلكم. هو اسمي تياو يونغ مام الله شكوت سنفور سنفور قسنطيني 25. تحياتي ليك من الكمار. باش تلفتوا، شوف باش تلفتوا الانتباه في المسيره هذه تاع لو دو جوي اللي راح ديروها، هي تعيد للاستبغال. احنا ما عندناش هذا الاستقلال، بصح يلا نديروا مع خاوتنا هزوا اعلام مناهضه للشذوذ، ضد الشذوذ. وتشوف الكاميرات تتسلط عليكم والقنوات تجيكم، ولازم تكون عندكم كلمه مسموعه. هيسوم البركه، بارك الله فيك بيكورسر، ربي يحفظكم خويا. يسوني سبعة خدامين، خصوك سبعة خدامين؟ ايه اخويا ما شاء الله. وين وين باش نجيو لعندك اسيدي؟ الناس نبعثو لك الناس يجيو يخدموا، اذا خدمة حلال علاش لا. ربي يحفظك خويا فريد، انا مانيش شيخ والله، انسان عادي جدا، قوك في الله. ربي يحفظك خويا محمد، الله يحفظك خويا سنفور، ربي يحفظكم ان شاء الله. نبدا اللايف نتاعنا. كنا عرضنا واحد الفيديو تاع واش نتاع مستغانم، خارجين ماناش خايفين، ودولة مدنية مش عسكرية. وأول ما عرضنا عرضنا تاع سكيكدا، زدنا عرضنا لكم تاع العاصمة، أثبتت الوجود تاعها. هذا ما راحش نبين لكم، حتى هو بين وجهه في اللايف، بصح أنا خايف عليه مسكين ما نبينش وجهه، طفل صغير. يقول لكم باللي بجاية كذلك راها جاهزة. السلام عليكم، مازول في اللون الجمعة 225 توجد في الإعلان بجاية مدام، فيه طائر فيه ناس وفيه مبدأ، وفيه واحد أصولي عنده كرامة، وواحد أصولي عنده قضية وعنده تضحية. الثورة مستمرة، ما كاش حل غير النصر، الحرية لمعتقل الرأي. والسلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبنا، أحبك الله. هذا الفيديو شاب صغير يبقى لك للتاريخ، أنك حر من أحرار الجزائر، والله للتاريخ يشهد لك. هاي بجاية زاد أثبتت الوجود نتاعها. شيخ في الراس محمد، الله يحفظك خويا، ربي يحفظك. هذا نورك خويا، ربي يحفظك. قال لك الفتنه اللي راها صايره تاع دبي. واش من فتنه اللي راها صايره في دبي؟ ما عندنا حتى فتنه صايره في دبي. ناس راحوا، كاين ناس غلطوا، كاين ناس غلطوهم راحوا داروا مشكل تاعهم، درك راهم يتهايطوا. واحد يحب يتملص، واحد يحب يقول لك انا خاطيني، واحد يقول لك هكا. تقدر تكرر ما هو الموضوع من فضلك؟ ما عندناش موضوع، حنا نتكلموا في كل المواضيع اليوم. حبينا ندير واحد الكلام على الكفار الجدد، الكفار الجدد اللي طلعوا لنا في الجزائر، بوابات الفتنه اللي راهم يفتحوا فيها، والفتنه اشد من القتل. بصح مادام الاخ قال لك شوف ان الفتنه هذه تاع دبي، هذيك مش فتنه، ناس خرجوا راحوا خمجوا ثم خمجوا لنا الشرف تاعنا وكرامه الجزائر. المخابرات الجزائريه عارفه حاجه كيما هيك، مش ما تقوليش ما مش عارفين، ونعطوك ألف دليل بانهم عارفين، وسمحوا لهم يروحوا يديروا دعارتهم. لكن المشكله انهم غروا بنات اخرين، داوهم اغتصاب، وصوروا لهم فيديوهات وهما تحت التخدير، ومن بعد ولاو يهدوا فيهم بهذوك الفيديوهات، ولاو يخدموا فيهم في الدعاره بالقوه تحت التهديد. منهم من بنات اللي دخلوا حتى الادمان، مخدرات وادمان الكوكايين وادمان الخمور وادمان الزطله والكاشيات، ما تحملتش الحياه هذيك، تولي تقول لكم غير نموت وصاي. ها هذروك الكره راها في يد هذا النظام تاع تبون وشنقريحه، اللي راهم اقوى قوه ضارطه في المنطقه. يروحوا يلموا لنا الوسخات من ثم، وشوفوا القضيه هذه كيفاش ماشيه. خرج هذاك ما على باش كيسموه، خرج يهايط، قال لك انا لا، وراح يولي معارض بقوه. كيفاش معارض بقوه؟ قال لك مستعد نروح نشكي للامم المتحده. هذا انا جبت الفيديو تاعو باش يكون شاهد عليه هذا الدايوث هذا. يا الله راني مضرب على الطاعه، وراني مخلي التليفون تاعي باش الناس دير فيديو وتقول السيد هذا باللي الامم المتحده باللي الدوله تاعي واللي معارض باللي الدوله تاعي ظلمتني، لاني انا ما خلاص. هذا الفيراط هذا قال لهم انا مستعد نشكل الامم المتحده ونولي معارض. علاش؟ باسكو راكم ظلمتوني. كيفاش ظلموك؟ ها كيفاش ظلموا؟ كام طلعوا بداو يسبوا،
كيفاش ظلموك. اذا انت مظلوم روح للقضاء وخلاص، عندك ادله بلي راك مظلوم، من ثم تدير براءه. علاش حتى راك تهايط مدير فيديوهات وتروح للامم المتحده؟ تروح للامم المتحده، روح للامم المتحده. اذا الانسان مظلوم مش محتاج يروح للامم المتحده. اذا هو مظلوم فعلا يعني كيما نقولوا حنا عنده حق بيديه بالقانون، بما انك انت لست معرض للنظام، معارض للنظام بما ان النظام يطغى ويتجبر ويعتقل في المناضلين، من حقهم يشتكون لحقوق الانسان. اما انت راك تشوف بلي راك ما درت والو وماكش مظلوم وما غردش بنات الناس، مع انه كاين فيديوهات وصور وامور وشهادات. روح دخل الجزائر، ادخل وقول لهم راني نسلي، علاه راكم ديرونا في الفوضى؟ انا خاطيني انا، اعطوني دليل يديني انا بلي راني انا درت حاجه. انا لو كنت في بلاصتك ونكون مظلوم يعني ما درتش حاجه، ما درتش حاجه، والله غير نهز البيت على الطياره ونروح للجزائر. اول ما ندخل ما نروحش للدار، نروح ديريكت لتما عند الشرطه في المطار، نقول لهم ارواحوا راكم شهرتوا بيا ودرتوا، علاش راكم ديروا لي هكا؟ انا مانيش تاع مشاكل انا، اعطوني دليل بلي انا درت حوايج، جيبوا لنا شهود وانتهى الموضوع. هذا ما كان حلها سهل، علاش راك هارب لهي وتقول لهم نروح للامم المتحده وليتوا تعرفوا الامم المتحده؟ تقبل نقول عليك خاين؟ بس احنا كجزائريين مناضلين، منش نهضر على نفسي، نهضر على الناس اللي راحوا الامم المتحده وقدموا بريه ضد التعذيب في الجزائر، قلت عليهم خونه. انت دروك راك تقول رايك رايح تروح للامم المتحده سمعتها خاين، بس كنت تقولوا علينا خونه، راكم كنتوا تقولوا لنا خونه واتهمتمونا بالخيانه لاننا دافعنا عن المقموعين والمظلومين وحريه الراي، سميتونا خونه. علاش بيسك رحنا للامم المتحده وعطيناهم بريه؟ بون درك احنا ثاني من حقنا نتهموك بالخيانه وعامل المخزن. عادي نسيتها، عامل المخزن راك رايح للامم المتحده تشكيه، راك ضد بلادك يا خاين يا حركي يا عامل المخزن وعامل فرنسا وعامل دبي يا عامل تركيا. تشكو تعرض درك وليتو تعرفوا الامم المتحده، درك وليتو تعرفوها وتروحوا تشكولها، صح؟ درك وليتو تعرفوها وتروحوا تشكولها. ها يا ودي روح تشكي، روح شوف انت خرط، روح ما بيش يجي يقول لك شكون انت. مانيش حاب نغلط معاك، بس كون نغلط معاك مانيش عندي ناس فازان مش اي ماين برور محمد تيخن ده بوش دونرش دانكي فال خويا سنفور دانكي فال يا وشتاين هيلب ماي هيل خوت ديز ماي دي ايرا هاتيز ماي دي ايرا دات جاي بنت ان ماين زايد فيختيرش فور التايد الحمد لله. المهم نبداو نفتحوا الموضوع، واحد الموضوع اخاوتنا، واحد الموضوع اخاوتنا انهم ضرك الان في هذه اللحظه راها هجمه شرسه على من؟ على الشعب الجزائري، مش على النظام الجزائري، على الشعب الجزائري. فيه بعض الامور نقدر نعطيكم ادله ان النظام الجزائري راه مشارك فيها، وخاصه قضيه دبي، انه كاين رؤوس كبار جنرالات مشاركين في هذيك الفساد وهذيك الفضيحه. قضيه الكوكايين النظام هو اللي مشارك فيها، قضية تهريب المخدرات بين الحدود المغربية والجزائرية وبين الحدود الليبية والجزائرية وبين الحدود حتى بين ليبيا والجزائر من منطقة واتسوف، تهريب الحبوب المهلوسة ما قادرش تتخيل، ما تقدرش تتخيل كمية تاع الحبوب المهلوسة اللي سواء تدخل من ليبيا للجزائر، سواء تجي عن طريق المغرب تروح لتما وتدخل ليبيا، تبادل تجارات في المخدرات، يعني كم ما تقدرش تتخيله. لو تحطه في الفيل يولي نملة فيل، شفتها قدماها توكلوا هذيك الحبوب يولي لك نمالة هاك يذوب. راه مين يرهجوا فيها؟ في ولادنا، يرهجوا في ولادنا عيني عينك. هذا كل ما كفهمش الدليل من الاخر، نعطيك الدليل اعطيناكم الدليل نزيد نعطيك الدليل. هذو البنات اللي راهم في الامارات وراهم تحت التهديدات بفيديوهات الدعاره ومنها، كي خرجوا من المطار الجزائري، هذه وحده. اثنين، احنا مسلمين، علاش خلاهم يخرجوا بنت في عمرها 22 23 خرجوها تخرج بدون ولي امر بدون محرم؟ احنا مسلمين لازم تخرج بمحرم. ثلاثة، المخابرات والسفاره في دبي واش راها دير لهم؟ مع ان معظم اولاد الضباط اولاد القيادات راهم في دبي، ها
راهم في دبي شاريين املاك في دبي، ناهبين الاموال ومهربين لها لدبي، يعني راهم مهربين بزاف حوايج لدبي. هما معارفين الجاليه واش راه دير، لانهم يسهروا معاهم. علاش ما راحوش لموهم؟ علاش ما راحوش لموهم؟ خونا سيزار قال لك يوجد دليل اخي محمد. اما كثير من الادله يا ولدي، كثير من الادله، وبعد تخرج لكم ادله فضايح باللي قيادات في رؤوس المخابرات على راس المخابرات مشاركين في هذا الجريمه. وقضية المخدرات نعطيك دليل، بونويرا، بونويرا المستشار والصندوق الاسود تاع قيد صالح خرج قال لكم باللي شنقري هو المسؤول. شنقري هو المسؤول على تهريب المخدرات. كاين دليل اكثر من هذا؟ واحد من الصندوق الاسود يعني من الداخل، من عندهم يشهد عليهم، ومش غير هو، كاين بزاف اللي شهدوا شهادات هذه. فمش محتاجين تغطوا الشمس بالغربة، راه كاين الأدلة. المهم درك راه كاين واحد الأمور أخرى قاعدة تدور أخاوتي، باهم يخدعوكم شوية ويضحكوش عليكم. راهم يفتحوا في صفحات سواء على التيك توك، سواء على الفيسبوك، سواء على هذه، ويدعونا إلى الإلحاد ديريكت، إلى الكفر. خرجوا عن طايطاي، يكذبوا في البخاري، ويجيب لك أحاديث ضعيفة ويحب يكذب لك البخاري. يكذبوا في مسلم، لانهم وكان حتى اللي يطعنوا في القران، يطعنوا في القران، يطعن في القران عين عينك. قبيل برك كنت حاب نطلع مع واحد في الصفحه تاعو، عييت نكتب له طلعني 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 طلعني، ما حبش يطلعني. علاش؟ لاني من قبل افهمته، من قبل طلعت معاه وانفجرت في وجهه، ما حبش يطلعني. يطلع غير الناس اللي ساهلين للاستبغاء، الناس اللي ما عندهمش علم، الناس اللي ضعاف. وهو يقول لك نطلع غير اهل السنه، ما نهضرش مع واحد كيكون لايكي، والله جيب لي اهل السنه انا نواجههم. بصح كي يجي انسان عنده دليل وحجه يبلوكيهم، يزيش يخليه يطلع. يطلع غير بناتنا وولادنا اللي ماهمش قارين مساكن، اللي ماهمش فاهمين الدين، ويستدل عليهم باحاديث ضعيفه، احاديث ضعيفه، ويستدل عليهم بايات هما اصلا ماهمش قارين القران مساكن. هذوك اللي يطلعوا معاه قاري شويه بصح ماهوش عندوش، ما عندوش توسع في الدين، فيقدر يستبغلو. راهم يحوسوا يخلقوا، شوفوا راهم يحوسوا يخلقوا شريحه في الجزائر، شريحه اللي ما تامنش بربي اصلا وضد الاسلام، كيما داروا في العراق. خلقوا هذيك الشريحه تاع الشيعه، اللي الشيعه هذو ولاو من بعد يتهجموا على النبي، ويتهجموا على 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 القران، ويقول لك القران محرف، ويتهجموا على زوجة النبي رضي الله عنها ورضاها وحاشاها، يتهموا فيها بالزنا وبالظلم والكفر، يتهجموا على ابو بكر، يتهجموا على عمر، على الصحابه رضوان الله عليهم. ومن بعد وصلوا حتى يتهجموا درك على السنه والمسلمين. هاك تشوف شو ساعات يقتلوا في المسلمين في العراق، يقتلوهم تقتيل اي واحد اسمه عمر ابو بكر، هذه والله غير يديروا فيه المنكر. وداروا هذيك الفتنه في العراق، شوفوا وين وصلت العراق، داروا نفس الفتنه وين داروها، خلقوا هذه الشريحه وين خلقوها، خلقوها في اليمن ودمروا بها اليمن، خلقوها في سوريا. وشوفوا درك كي ناض نهار ناض الشعب يطالب بحقه، خرجوا قضيه شيعه وعلويه وقضيه هذه، وكان العلويين ماهمش عايشين تحت الظلم هذيك، وداروا هذه الفتنه وخلوا الناس دخلوا في بعضهم. فانا نحذر الجزائريين، الجزائريين هذه مش حاجه قال لك تاع التمسخير، هي مش تاع التمسخير. تقول واحد بواحد راه يهضر برك واحد واحد، بصح واحد من هذوك تشوف ولادنا احنا بعد على الدين. وعليكم السلام خويا صابس، ربي يحفظك. كي شوفوا كي شوفوا كي شوفوا ولادنا وبناتنا بعد على الدين، لانهم هيئوا المناخذه وما جاش. شوف الحاله اللي رانا فيها درك، اي مدروسه، مدروسه عندها اكثر من 60 70 سنه باش وصلوا الجزائر لهذه الحاله، راها دراسه تاع 70 سنه، وهما بشويه 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 باش وصلوا الجزائر لهذه الحاله. ودرك شافوها باللي الجزائر والشباب الجزائري بما ان ابتعدوا على الدين وما يفهموش بزاف الدين وما مش قارين الاحاديث وما يعرفوش القران مليح، ومنا ومنا شافوهم باللي التربه خصبه. واش يزرعوا فيهم؟ يزرعوا فيهم الالحاد، يزرعوا فيهم التشيع. زوج كلمات يقدر يضحك له على عقله ويعطيه الدليل منين؟ من الكتب تاع السنه. وين الاحاديث الضعيفه اللي اصلا العلماء ضعفوها؟ قال لك هذه ما هو يجيبها وما يقولوش ضعيف، يقول له شوف راها موجوده في البخاري، شوف راها موجوده في مسلم، شوف راها موجوده عند الالباني، شوف راها موجوده عند فلان، بصح ما يذكرلوش باللي راه حديث ضعيف. قبيل قاعد نسمع فيهم عييت باش يطلعني، ما حبش يطلعني. يستند على واحد الحجج، بواحد الحجج واهيه واهيه. واحد كي طلع معاه
ربي يحفظه على كل حال. طلع جاوبوه هضر له على واحد الموضوع والله الا بلوكا له المايك، بقى يقول له لا ما نهضروش عليه هذه، رانا نهضروا على واحد الاحاديث المسنده ومش عارف، وبدا يدور له في الهضره. اما انا ما حبش يطلعني خيا طلعني. دير دوموند نطلعك ريتا، ديري والله دير دوموند نطلعك، اذا مرا ديري دوموند نطلعك، واذا راجل دير دوموند نطلعك، ما عنديش مشكل. اذا عندك 1000 ابوني نقدر نطلعك، ما عندكش 1000 ابوني انا ما نقدرش نطلعك. مراكش مدير دوموند ولا مراكش مدير دوموند ما نقدرش نطلعك، لازم يكون عندك 1000 ابوني باش نقدر نطلعك. الكاست مفتوح يا اخنا، الكاست راه مفتوح، انا ما سكرت حتى حاجه، الكاست راه مفتوح. انتي ديري هذوك زوج بوبيات تدركي عليهم ولا هذوك اللي باش ديري جهه من التكاي عليهم، درك الكاست راه مفتوح عندي. والله ما غلقت حاجه، انا ما غلقت حتى حاجه، وانا ماذا بيا نطلعوا نشاركوا في هذا اللي يا ودي كيفاش نفتحوا، راه مفتوح راح تهبلونا معاكم. ها اخونا سيزار طلع، ها اخونا ريطا ولا اخونا ريطا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى. حياك الله يا اخويا محمد، حياك ربي. الله ربي. ها لقيت البوطونه منين دير دوموند ولا لقيت البوطونه؟ هذه ساهله غير اللي ما بغاش يطلع. شوف محمد خويا، انا خدمت لي، شوف انسان لي سيتادير لي كشف الفساد كيما اخونا محمد عبد الله ومحمد بن حليمه، ربي يطلق سراحهم، داوهم عذبوهم، رسلوا لهم طيارات، باعوا نص الجزائر على جالهم، ياك علاش هذا الفاسد لو كان جاو سيتادير يحوزوا سيتادير هذا الفاسد يحبسوه ديريكتومون، غير تسمع يرسل له هذيك مانيش عارف اس 400 جيبها بها. لا 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 لا، احنا ما شوف هذا انسان كيدير قناه كيما هذه وراه يهضر على مقارعه الحجاب الحسن، ما نرسلوش اس 400 ولا 500 ولا الدارك. يعني على الفاسد تاع دبي على بيس هذوك نبعث لهم طياره يجيبوهم، ومن بعد اللي غلط يخلص وانتهى الموضوع، اللي غلط يخلص. لم ولادنا مش اي لم ولادنا، نروحوا نجيبوا البنات اللي تما نجيبوهم يا سيدي. واذا اتضح انه كان وحده عندها خدمه ونقيه وماش قاعده تدير في الدعاره وعندها مشروع، يا اخي احنا ماذا بينا السفاره دعمها، لأنها بنت جزائرية وراها تخدم لمصلحة الجزائر، وراها سيدي ماذا بينا إذا بنت تقرأ وحابة تولي طبيبة وحابة تولي السفارة، لازم تكون هي الأب الحنون والأم الحنون للمهاجرين، تروح تدعمها. بصح إذا كانت بنت فاسدة وقاعدة تنشر في الفساد، لا لموها ترجعها الجزائر وخلاص. هما يديروا لهم إعلان، قالوا لهم قال الروح اللي عندها مشكلة تتقدم للقنصلية عادية. واحد قال لي مايدي مهادي، قال لي كاين حريه التفكير. شوف خويا، حريه التفكير ما عنديش مشكل، انا الانسان هذا اللي فاتح قناه وهو قاعد يعرض في احاديث ضعيفه وقاعد ينشر في الفساد والكفر، انا ما قلتلكش روح اعتقلوا، انا ماذا بيا النظام يتبع معه الحريه والديمقراطيه، وش يديروا؟ يقولوا اخي اروح وين؟ اروح الاستوديو، يجيبوا الاستوديو، ما قلتلكش روح يعتقلوا، ويجيب معاه ناس دارسين في الدين في الاستوديو يديروا مناظره. بصح ما يبقاش مدير قناه ويستبغل في ولادنا بالاحاديث ضعيفه، وكي تطلع تلزمه بالحجه يبلوكيك ويبقى ينشر في الفساد نتاعو. بناتنا ولادنا اللي ما قراوش مسكين يغفل فيهم ويضحك لهم على عقولهم، ومن بعد تقول لي حريه التفكير. هاو احنا نتبقوا مع حريه التفكير، احنا مستعدين نفتحوا له الاذاعه والتلفزيون. شوف الحريه تاعنا كي دايره، انا ما قلتلكش روح قتلوا ولا راح حبسوا، احنا نفتحوا له الاذاعه والتلفزيون، نفتحوا له القنوات الكل يطلع فيها، بشرط يطلع سيدي بالحجه والدليل تاعو بالكتب نتاعو، ومرحبا به يناقش ناس ذوي علم ويرد، حوله حق الرد، ونديروها سيدي خمس دقائق يهضر هذا وخمس دقائق يهضر هذا وخمس دقائق، ونزيد نشهروه يولي مشهور في الجزائر كامل، مش يبقى 10 و20 و15 و50 واحد في القناه، لا تشوفها 40 مليون. وشوف اخوتنا المغاربه، وشوف اخوتنا التوانسه، ها ونديروا له شهره عالميه وراح المشكل. على احنا قلنا لك قمعوا روح قتلوا؟ لا، لكن مش معناها يروح يدير قناه يبقى ينشر في الكذب ها، ويتعدى على النبي ويتعدى على الصحابه، وكي يطلع واحد بار اكزومبل عنده شويه يهضر معاه يعرفوا باللي راح يلزموا بالحجه يبلوكوه ويقولوا لا انا ما نهضرش معاك انت، وجيبوا لي اهل السنه. فهمت ولا ما فهمتش خويا؟ ها احنا تشوف كيف نقيموا الحريه،
احنا ما نروحوش نقمعوه، بالعكس احنا نفتحوا له الاستديوهات. خونا ولا اختنا ريطا ولا خونا ريطا، تفضل سامحني خويا سيزار، راك دير اختنا ريطا ولا خونا ريطا، راك دير في سينيال ولا، تفضل. اسمعني. السلام عليكم. السلام عليكم اختنا ريطا، تفضلي. السلام عليكم. أنا طلعت على قبل هذا ديال التشيع. مع الأسف المغرب العربي كله ما عندناش الوعي ديال شنو هي الشيعة. الشيعة راه خص الناس تفهم شنو هي الشيعة. الشيعة القصة خص تبداها لهم من الأول، بأن جاءوا من أحفاد الرسول، وبأن أحفاد الرسول قتلهم واحد سني، وهما باغيين ينتقموا لهذا السني والشيعة. من هناك تخلقت ديك الحقد. ما فهمتكش النقطة، كيفاش قلتي لي؟ أول حاجة احنا المغرب العربي كله ما عندناش الفكر. أحفاد النبي، أحفاد النبي، من نقطة أحفاد النبي. أحفاد النبي هما من الحسن والحسين. الحسن والحسين، صح. كان ملك في العراق، ما خاص كانش تعرفوا وقتنا، ما كانش ملك في العراق. شكون اللي، لا شو ال... ماشي ال... شكون اللي قتل أحفاد الرسول؟ خلينا في هذا النقاش نبداو من الاول. معليش نبداو من الاول. اللي قتلوا، شوف، اللي قتلوا علي بن ابي طالب، هما اللي قتلوا الحسن، وهما الحسين والحسن. يقولوا باللي سمموه، وكاين ناس يقولوا باللي مات موتة طبيعية. هذاك يعني اللي قطع له راسه وجابوه يا للسلطان. هذاك الحسين، الحسين. اللي قتلوا الحسين هما اللي قتلوا علي بن ابي طالب. هم شيعة العراق نفسهم اللي درك راهم يقولوا شيعة ويدافعوا على الشيعة. عبد ندم عليهم الحال. الرحمن بن الملجم، سامحيني يا اختنا، عبد الرحمن بن الملجم، كيسموه هذاك تاع اليمن، عبد الله بن سبأ، عبد الرحمن بن الملجم. الجيش نتاع علي بن ابي طالب، الجيش، معظم الناس اللي كانوا فيه هم نفسهم، شوف، هم نفسهم اللي اقاموا الفتنة في المدينة وقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، هم نفسهم اللي داروا الفتنة وقتلوا علي بن أبي طالب، هم نفسهم اللي قتلوا الحسين. أنا متفقة معك، غير بغيت نجيك هذه القصة. من هنا بدأ الحقد على السنيين. الشيعة بداو كيبغوا الفتنة بين السني والشيعة. هما بغاو الخراب وبغاو القتل، وهما كيحللوا. أنا عندي الفقه ديالهم يحلل الشيعي يقتل سني. هما قالوا، طلعوا الفتوات تقدر تشوفهم على اليوتيوب وتشوفهم بيناتهم، نعرف، على بالي، على بالي. إلا قتلتي سني كتبني دارك في الجنة. يعني شي حاجة خرافية، راه ما يقبلهاش العقل. هما عايشين على الفتنة ديال السنة، وباغين تشتيت السنيين. هما هذه هي الهدف ديالهم. خاص السنيين يعرفوا هذه القضية، خاص يعرفوا القصة من الأول، ماشي غير تجي تقول لهم هذا قال وهذا قال. نحكي لهم القصة من الأول حتى الأخر. هذا نبدأ مشكلة في المغرب كامل، راه ما عندناش الوعي ديال الشيعة لأن ما عايشينش معاهم. مش مشكل، وحنا مستعدين يا سيدي بشوية بشوية حتى نفهموكم نهضروا على القضية هذه. هي قضية خلقت بفتنة، فتنة كان حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان حذر منها عمر بن الخطاب. قال له تأتي فتنة في عصرك أنت، في عصر عمر بن الخطاب. قال عمر بن الخطاب، استقصى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له أيفتح بابها أم يكسر؟ الفتنة هذه بابها تفتح ولا يتكسر؟ قال له يكسر. علم عمر بن الخطاب أنه سيقتل، وهذا هو كسر الباب، فقتل عمر بن الخطاب على يد أبو لؤلؤ المجوسي، على يد أبو لؤلؤ المجوسي. وترجع هذه كلها تحالفات اللي راهم داروا الفتنة في عصر عمر بن الخطاب، قتل عمر بن الخطاب، وبعدها قتلوا عثمان بن عفان، وبعدها قتلوا علي بن ابي طالب، وقتلوا الحسين رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. هذو كلهم تحالف صهيوني، يعني يهودي من يهود اليمن، مجوسي، عباد النار الذين لم يسلموا، وغاضهم الحال كي عمر بن الخطاب هدم معبد المجوس في ايران وما جاورها. تحالفوا وراوا ان اخطر شيء على المسلمين اللي لم قراوا الاسلام وفهموه لكن لم يؤمنوا به، عرفوا ان اكثر حاجه على المسلم هي الفتنه، زرع الفتن بين المسلمين. اما الشيعه تفضل. هذا هو اللي بغيت نوضح للناس، بان يعرفوا شنو هي الشيعه اول حاجه، باش يوعوا.
يعرفوا بأن هذاك الشيعي راه ضدك يا المسلم يا السني، راه ماشي صاحبك، راه ضدك، هو كابر في واحد الحقد وكيمشيو للحج وكيسبوا وكيقولوا حنا راه غنشتتوا هاد السنيين. هذا هو الهدف ديال الشيعي، وباش ما تشتت السني باش ما مزيان ليه هو. مش مشكل، حنا درك شوفي اختنا قضيه الشيعه في العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. قضيه الشيعه تاع العراق، ربي سخر لهم اسود راهم مضرك معاهم بالحوار بالشويه، منهم وليد اسماعيل ومنهم اشرف غريب ومنهم يعني مناظرين يتكلموا مقارعه الحجه بالحجه ومقارعه الدليل بالدليل وبشويه بشويه. الشيعه تنقسم الى قسمين باش نفهموها مليح، قسمين: المعممين والعوام. العوام لا يكفروا شرعا، لا يكفروا لانه مغلوب على امر مخه مغسول. روح جيب اي شيء نعرفهم، اقسم بالله نعرفهم. هنا ورانا شكون كاين عائله شيعيه ونعرفهم وندخل ديارهم ويدخل داري ونعرفهم ونتكلم معاهم. هكذا يعني كنت ساقسيه لا داد نيسونس تاعو ممكن مستبعد ما يعرفهاش، يعرف هم علموا له في راسه علي خالق الكون، علي هم اهل البيت، الحسن والحسين اهل البيت. لو تقول له مثلا ابناء الحسين، هم يبكوا على الحسن الحسين يبكوا عليه، بصح علي بن ابي طالب مات مقتول ما يبكوش عليه. النبي هم في اعتقادهم انه عائشه وعمر وعثمان هم وابا بكر هم اللي قتلوا النبي، بصح ما يديرولوش مناحه وما يديرولوش مزاره وما يبكوش عليه، يبكوا فقط على الحسين لانهم شافوها خبثاء، شافوا المعممين. اسمح لي اخي، تسمح لي دقيقه برك، انا طلعت باش نرد على الاخت ونفهمها ما معنى الشيعه. الشيعه هي فرقه او جماعه، اوكي، اجتمعوا فرقه كبيره من المسلمين اجتمعوا على حب علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعن اله، وعلى أنه كان أحق بالخلافة من أبي بكر رضي الله عنه، وأن الخلافة يجب أن تكون في أولاده من بعد. هذه هي الشيعة. لا لا، في هذه النقطة سامحيني مع احترامي لك، الشيعة معناتها مش جماعة كبيرة من المسلمين. الشيعة مصطلح في اللغة العربية يعني أنصار. شيعه كي ترجمي كلمه شيعه في اللغه العربيه معناتها انصار، وانصار على ابن ابي طالب. لكن نرجع للقضيه المحوريه، كي تقول انتم هم يروا ان علي بن ابي طالب هو الخليفه من بعد رسول الله. وهذا ما قلته اخي. ها؟ وهذا ما قلته. صح، بالك احنا نقول، سامحيني، احنا نقول هم يروا، لكن البقية تاع المسلمين قلنا جماعة اجتمعت على حب أبي زعما فضلت علي رضي الله عنه عن جميع الصحابة. أعطيني وقال لك أن صحابة يا أختنا ربي يحفظك، أعطيني 10 صحابة، 10، أنا ما نقولكش 20. الشيعة يقولون أن يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة كان 120 ألف صحابي، احنا طلبنا غير 10 عارضوا بيعة أبي بكر. أعطيني 10 بالأسماء تاعهم وبالدليل أنهم قالوا أن علي أحق بالخلافة من أبي بكر. أعطيني 10 من المنتجبين عند الشيعة. يعني أنا ما نعرفش أعطيهم لنتاية انت صحابة الرسول. نعطيك، ما كانش يا اختنا، ما كانش. لا، انا شرحت لك المعنى تاع الشيء، المعنى اجمالا، مانيش نقول لك انا يا فهمتني، انا شرحت لك الشيعه ما معنى الشيعه حتى الناس يفهموا ما معنى الشيعه، فهمتني. الله يبارك فيك، ربي يحفظك اختنا. شوف يا اختنا، هم يستندون لهذا الكلام، هم يقول لك باللي علي بن ابي طالب الاحق بالخلافه، وان ابا بكر الصديق وعمر بن الخطاب اعتادوا على علي بن ابي طالب ونزعوا منه الخلافه ظلما، يعني داروا له انقلاب، ثم ظلموه ونحاولوا الخلافه، لان علي بن ابي طالب على حسب نظر الشيعه منصب من قبل الله انه يكون خليفه النبي عليه الصلاه والسلام. واحنا كسنه وجماعه، سنه وجماعه، قلنا لهم اعطونا دليل، هاتوا لنا دليل.
ما يكلحوكمش يا خالتنا الجزائر والمغاربه، كي تلقى شيعي يهضر معك قول له اعطيني دليل، اعطيني دليل من السنه او من القران، واحده من الزوج، يا من القران ايه محكمه تقول ان علي ولي الله لازم يكون منزله في القران، لان هذا امر خلافه ربانيه، اذا كان هو منصب من قبل الله فلازم تكون موجوده في القران، اذا لم تجدوا دليلا في القران فاعطونا من السنه ولا تلزمني بكتبك. الكتابات نتاعك انت ما تلزمنيش به، غير ملزم لي انا، نلزمك بالكتب تاعك وانت تلزمني بالكتب تاعي، ما تقدرش تلزمني بالكتب اللي عندك انت كاتبهم واحد معمم كما الطبراسي والله ما 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 والله هذاك نقمه الله الجزائري والله الكاشي الفيض الكاشاني والله مش عارف شنو المجوسيين هذوك تلزمني بهم، ما تقدرش تلزمني لاني لا اؤمن بكتبك. اعطيني حديث يكون متفق عليه بيني وبينك ان علي بن ابي طالب هو الاحق بالخلافه. يا رجل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه هو بنفسه، هو بنفسه يقول في كتب الشيعه ان ابا بكر الصديق اولى بالخلافه مني، يعني عنده الحق في الخلافه قبلي واحسن مني. علي بن ابي طالب كان يرى ان ابا بكر الصديق هو الرجل المناسب في هذاك الوقت. هم اختلقوا هذه الفتنه، هم خلقوها فقط، هي مش موجودة في كتب السنة، وعلى فكرة حتى في كتب الشيعة وكاين ما يدل على أن أبا بكر الصديق هو الأحق بالخلافة، ومن بعده عمر، ومن بعده عثمان، ومن بعده شيعة علي بن أبي طالب. هذه موجودة حتى في كتبهم، والله في كتبهم موجودة. فما يا شباب الجزائر، يا شباب المغرب، يا شباب تونس، ما تخلوهمش يضحكوكم على عقولكم. حب أهل البيت، والله ما فيه إنسان يحب أهل البيت، ما كانش انسان يحب اهل البيت مثل اهل السنه والجماعه. نحبوا علي بن ابي طالب، ونحبوا فاطمه الزهراء، ونحبوا الحسن والحسين، ونحبوا الامام الرضا، ونحبوا جعفر الصادق، ونحبهم هذو كلهم من ذريه النبي عليه، والله لا نحبهم حبا جما، لكن هم كذبوا عليهم باش يديروا يخلقوا الفتنه فقط، لا اكثر ولا اقل، لا اكثر ولا الانسان المسلم. وحنا الحمد لله في المغرب العربي ما نظنش عندنا شيعه، نعرفوا بلان المغرب تونس الجزائر ليبيا الحمد لله كنا سنيين والحق ظاهر، يعني الانسان ما يقدرش يشكك في دينه ولا يقعد يساوي، يعني يتروح لبعض الكتب نتاع الشيعة تبقى مخلوع فيها كلام لا يرضي وما يمشيش مع العقل، فهمت؟ ولكن كاين بعض الشيعة اللي يؤمنون بالله ويقول لك انه احنا علي. يا اختي مالك، انت راكي انت اخت بالغه راشده، راكي واعيه وفاهم الموضوع. دروك راهم فاتحين قنوات في التيك توك، في الفيسبوك، في اليوتيوب، فاتحين حتى كما نقولوا احنا دعوه سريه تحت من طرف للطرف، يستهدفوا فقط الناس ضعاف العقول، اللي في عمر 17، اللي في عمر 18، اللي في عمرها 20، اللي في عمرها 10، اللي ما تفهمش، اللي ما تعرفش. يعني انت راك خايف على الشباب اللي راهم قاعدين. ما اوكي شوفي شوفي افهميني، خايفين على الاولاد اللي راهم يتبعوا في الـ في الـ في هذه مواقع الاتصالات ويسمعوا في كلام ماهوش في بلاصتو. انا الحاجه الوحيده انه احنا كبرنا في عوائل، كبرونا التربيه الاسريه اولا، كبرونا والدينا على الدين وعلى السنه وحكوا لنا قصص، وكبرنا كيما هكذا وزدنا تعلمنا وزدنا قرينا ديننا. دونك حنا متاكدين ما غاديش يجي انسان في التيك توك يهز لي انا ايماني بديني وسنتي، هذا من المستحيل. وحتى الشباب اللي راهم طالعين اذكياء، معناتها الى تغلب ولا تغير راي واحد، واحد يكون جاهل، هذا يكون جاهل. يا اختنا مالكه، يا اختنا مالكه، انا ما نقدرش عليك عليا انا، وهذا ما يكلحنيش، احنا رانا خايفين. شوفي كيما فوالا، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. محمد، محمد السلام عليكم. محمد صباح الخير. السلام ورحمة الله. دقيقة محمد، راني حابط، ما تزعلش مني، ما تزعلش مني محمد، راني حابط. شوفي شوفي يا اختنا مالكة، خليني نكمل هذه النقطة. أنا والله ماني خايف عليك يا اختنا مالكة، لأني عارف باللي راكي تربيتي تربية حسنة، ووالديك رباك تربية حسنة وفاهمة. احنا خايفين على الأجيال القادمة. الحمد لله كاع المغرب العربي متربي في عوائل ودين واحد. يا اختي مالكة، هو راه يقول لك، هو راه يقول لك كيما راه ما يشرو مغالطات. يا خويا ربي يحفظك، راني هوتك مش لاني نكرهك ولا راني ضدك ولا راني هوتك كرها، خلي الانسان يكمل الفكره تاعو، خليني نكمل الفكره تاعي. سبحان الله،
سبحان الله انت كنت تهضروا كنا نسمعوا. خلوا اعطوا لبعضنا فرصه باش نفهموا بعضانا. انا خايف عليك انت وا. انا مانيش خايف، انا على روحي مانيش خايف. بصح في العراق بدات بهذه الطريقه. الناس قال لك معليش معليش معليش، من بعد ولات امه تقتل في السنه. ولادنا ولاو يقتلوا فينا. نشكتوا عليها هذه ثانيه. كي يروح منا من وهران يدي ربع عباد، ومن هي يدي ربع عباد، ومن هي يدي خمس عباد، ومن المغرب يدي 20، ومن هي يدي 20، ومن بعد يكون لك طائفه تولي فيها 50,000 60,000 بنادم ودخلهم في بعضهم بين السنه. روح فكيها انت. لا لا ما نظرك نعالجوا الامور. اختنا الله يهديك، الله يهديك اختنا. خلي الواحد يكمل فكره تاعو. تفضل خويا، يحق الحق ويبطل الباطل. تفضل. محمد عندك سؤال تحب تجاوبني؟ قطل انت ما تحشمش، ما تشوش عبد القادر يسال سؤال. خليني نضحك نضحك. قل لي من هم اهل البيت؟ من هم اهل البيت محمد؟ جاوبني واحد، جاوبني واحد. يا استاذ انا نجاوبك 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 وبكل صراحه، احنا ما عندناش حاجه تتخبى. كاين الاهل والال. الاهل والال البيت يا استاذ. الاهل تخص بها أهل النبي خاصة خاصة، وإذا قلت أهل النبي خاصة تدخل فيها أزواج النبي عليه الصلاة والسلام رغما عن أنف أي إنسان. الشيعة يقول لك عائشة ليست من أهل النبي زورا وبهتانا، لكن قضية أهل، المرأة من أهل بيت الرجل ويدخل فيها الأهل، أهلية أهل الكساء. لا الله اعلم راك غالط محمد، الله اعلم. ما تجي نقول الله اعلم، الله اعلم راك غالط في واش عطاو لك معلومات. اهل صبرا. البيت هو السنة محمد. لا باش باش خلينا نكمل الفكره ومن بعد اهضر على روحك يا اخي. راها كاينه زوج كلمات، الاهل والال. الال هذه تعم ال محمد، اللهم صل على محمد وال محمد، مش واهل محمد، وال محمد، اتباع محمد عليه الصلاه والسلام. يعني انت راك من آل محمد اذا كنت مسلم. انا من آل محمد، من أمة محمد. اما الأهلية للتخصيص فهم اهل النبي، فهم اهله خاصة، ازواجه والذين يدخلون تحت مسمى حادثة الكساء لما نزلت اللي سموهما آية التطهير. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، ما قالش آل البيت، قال اهل. شوف القرآن دقيق، أهل البيت ما قالش آل البيت، أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه واحدة. لما نزلت هذه الآية نزلت في نساء النبي، في نساء النبي خاصة. نزلت الآية قبل حادثة الكساء، فأتى علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين قالوا يا رسول الله ادعو لنا أن نكون من أهلك خاصة. فجاب الكساء، أتى بالكساء، فدخلت فاطمة، ثم دخل علي، ثم دخل الحسن، ثم دخل الحسين. وكانت زوجة من زوجات النبي، والله أني ناسم، أم سلمة على ما أظن والله أعلم، كانت واقفة. قالت له أنا يا رسول الله، قال اذهبي أنت على خير. كلام النبي عليه الصلاة والسلام دقيق وما ينطق عن الهوى. لما يقولها اذهبي أنت على خير معناها أنت لباس عليك، ما تكسريش رأسك، أنت راكي من أهل النبي. وصار يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم هؤلاء، يعني وش معناتها يدعو لله، اللهم هؤلاء من أهل بيتي. وش معناتها؟ يا ربي هذو ثاني من أهل بيتي، يا ربي أقبل يكونوا هذو ثاني من أهل بيتي. فهمت أخي ولا ما فهمتش؟ فنفرقوا بين الآل والأهل. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال سلمان منا أهل البيت، ما قالش آل البيت. ما ناش نعرفوا العربية خير من النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم. النبي فصيح اللسان ويعرف إيش قاعد يهضر. روح أرجع قراها، ما قالش سلمان منا آل البيت، قال سلمان منا أهل البيت. أهل البيت الأهلية غير الآلية. تفضل أخي. هي في التحيات كي تكمل بها تقول كاين آل إبراهيم وآل محمد، راني داكور. صحيح. الآل إبراهيم وآل محمد هما من يتبعون سنته. ما هذا شيء. وأهل البيت هما أمة محمد يا محمد.
لا لا يا اخي، لا لا يا اخي، لا 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 ما تقوليش استنى محمد، ما تقوليش محمد محمد انا مانيش طلعت باش نتعارك معاك ونقول لك عندك الحق ولا عندي الحق. القران يفسر بعضه. لا 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 مستفيد القران لا استاذ محمد تهدد خلينا نهضر. لا 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 ما اعطيني الله محمد رسول الله يا اخي القران يفسر بعضه. لا لا من نسيت نهضر معك محمد يا محمد انا خليتك تهضر وحبست الميكرو اسمعني جوج كوبو سبحان الله تعرفوا بيناتنا اخونا محمد تعرفوا بيناتنا تفضل ما تزعفش مني محمد انا مش نتداوش معاك في الامر هذا انا مش نتداوش تفضل قول اللي عندك ومن بعد نشوف نعالجوا. لا لا ما نقولش لا لا ما نقولش اللي عندي انا حتى ونكون يقين في امر في امر ما ديني او علمي او ثقافي نقول الله اعلم حتى ونجيبها نقول لك الله اعلم لاني لست دكتور في 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 في, في هذا في هذا السياق. يا اعطينا ربي يحفظك يا اخي ادخل في الموضوع معليش ادخل في الموضوع باش أهل البيت ليسوا أهل البيت هما أمة محمد هذا ما كان وروح حوس عليها والله أعلم يا أستاذ أهل والله أهل 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 لا يا أخي لا يا أخي داكور أوكي لا أوكي معليش روح ابحث عليها أنا نبحث وأنت تبحث هو أهل شوف كيف هذا ما كان هذا ما كان يا أستاذ يا أستاذ معليش أنت ابحث وأنا نبحث أهل هي الأهلية الخاصة يعني الزوجة والأولاد والمقيمين معك في البيت أنت لما أقول لك أهل بيتك أهل بيتك يعني نقصد بها أتباع محمد وأتباع القبيلة تاعك أهل بيتك هي زوجتك أبنائك لا, لا 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 في ممكن شوف يا أستاذ ممكن تبحث وأنا نبحث أنا نبحث وزيد نعاون نبحث وزيد نتأكد بال وزيد نتاكد بالمعلومة من معلومه ان شاء الله ينورنا ربي هذا اللهم ارينا اسمح لي يا اخي تقول امه محمد انت كي تصلي وتقول اللهم صلي وسلم على اهل محمد ولا على ال محمد ال محمد ال محمد يعني امه محمد في الصلاه ما تصليش على اهله فقط وسيدنا إبراهيم لما تقول وآل إبراهيم وبارك على آل إبراهيم كما بارك على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم يعني بارك على أمة محمد كما باركت على أمة إبراهيم إيه؟ هاي تفسرت ويا أخي ولك الرد وما عنديش حوس حوس خويا ما عليك لا 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 ما أنا ما طلعتش أنا شوف أنا ما طلعتش أنا ما طلعتش أنا غلطان أنا كذلك أبحث ما عنديش مشكل أنا كذلك شو شو واحد أسمع أنا لست أنا ليس لي ما عنديش أنا يا مجلد حبط من السماء أو مجلد خلاه للرسول صلى الله عليه وسلم أنا عندي الإيمان هذه موجودة في القرآن والذين يؤمنون بالغيب يا رب يحفظك يا أستاذ في القرآن في القرآن لما كلمت الملائكة زوجة إبراهيم عليه السلام السلام عليك السلام عليكم أهل البيت مش أهل البيت روح قرأ القرآن أهل البيت كانت تتكلم في زوجة سيدنا إبراهيم لتبشرها بغلام أهل البيت موسى لما خلى زوجه أولاده ربي وش قال قال موسى قال لأهله ما قالش لآله إذ قال موسى لأهله امكثوا إني رأيت نارا لعلي يأتيكم منها بقبس أو خبر مبين ها شوف أهله يعني خاصته عائلته هذا القرآن هرى نفسره في القرآن القرآن يفسر بعضه البعض فالأهلية هي الأهلية الخاصة الأهل لما تقول أهل بيتي يعني الخاصة ولما تقول آلي تتكلم على العشيرة الأتباع الأنصار آل محمد يعني أتباع محمد أهله يعني خاصته صح صح خلاص كملت خويا محمد ابحث ما عنديش مشكله ابحث ابحث معليش هذه كلمه انا نبحث وانت تبحث ونشوف طراش ان شاء الله صح هذه كلمه اهل اللي خرجوها اهل الشيعة اللي قالوا اهل البيت اللي هم اللي خرجوا هذه تاع كلمه اهل البيت ردا اليهم ردا على الكلام تاعهم يعني لا 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 كيفاش يقولوا الدائره نتاعهم ما تخرج الا على عليهم يعني ما تخرج السنه رجعوا عليهم اهل الحق قالوا لهم اهل البيت هم من يتبعون
وهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين يؤمنون بأبو بكر وبعمر بن الخطاب. يا استاذ والله العظيم، يعني شوف خلينا نديروا بحث في هذا الموضوع، انت ابحث وانا نبحث ومن بعد ما نبداوش غير انا. يعني ما تزعلش مني، راح نقول لك يا استاذ. استنى محمد، استنى محمد، معلومات غلطه، ربي يحفظك، ما نقبلش باش تمد معلومات غلطه. الشيعه يؤمنون باليه البيت اهل الكتاب، حتى محمد ابن علي من ازواج اخرى، من نساء اخرى، ما يدخلهمش تحت مسمى اهل البيت، ما رافضينهم. يقول لك هذوك ماهمش من اهل البيت، ابناء الحسن، ويقول لك هذوك ماهمش من اهل البيت، هما الشيعة. يقول لك حتى ابناء الحسن ماهمش من اهل البيت. شكون؟ يقول لك علي اعطاها للحسين، والحسين مدها لابن وزير العابدين، وزير العابدين مدها للرضا والرضا. شكون اللي يقول، شكون اللي يقول لو كونترير محمد؟ واش بيك؟ هي هما هاك، هما خاصهم. شكون اللي يقول ضد؟ انا ما قال لك انا ضد الكلام تقول فيه. سامحني بالك انا اللي ما فهمتش. اعتذر اخي، اعتذر، وحقك على راسي، بوش على راسك، سامحني. شوف هما حبوا يقنعوا الناس انه كاين 12 امام، 12 امام اخرهم محمد بن العسكري اللي راه مختفي في الغار، صار له 1200 سنه، 1200 سنه مخبي في الغار في السرداب، راه مستناو فيه يظهر. ما لقاوش حجه، ما لقاوش حجه، قال لك هادو هما فقط اهل البيت لكي يثبتوا ان عقيدتهم صحيحه، وهاك تشوف النتيجه تاعها وين. استحلوا الاعراض تحت مسمى المتعه، المتعه اصبحت تجوز للبكر وللمتزوجه والمطلقه والصغيره والكبيره. بصح كي تقول المتعه البنت المعممه يقول لك لا يجوز. لما تجوز للعراقيات، خرجوا العراقيات والايرانيات المسلمات، خرجوهم كذلك للمتعه، بصح ابنائهم هم لا تجوز. نهبوا العراق تحت مسمى الخمس، الخمس اللي ربي ذكره فقط للغنائم تاع الحرب، الخمس. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان خمسه لله وللرسول واليتامى وزيد، يعني ناسي الايه باش نخلط. هذه قال لك لا، اي انسان يخدم تدي شهريه تدفع الخمس، بعد ضربيه تدفع الخمس، شريت حانوت تدفع الخمس. استحلوا اموال العراقيين، نهب لاموال العراقيين تحت مسمى الخمس، وراهم يخرجوا الدراهم يدوهم من ايران، وايران تحرك العراق بدراهم. شحال كاين من شعبه اخويا محمد؟ شحال كاين من شعبه يا اخي؟ شوف راها يعني على حسب، راها فات 70 صاحي، واحده باك اللي تدخل الجنه. لا اخي، شوف هذه، شوف تنقسم. اسمح لي خويا ما تضحكش يا ودرك. لا ماني يا سبحان الله، على كل مش دير نضحك ولا تزعف، واش بيه يا الحوار؟ انا قصرو ماني نستهزئ بك، انا شني عبد القادر؟ نسيتني ولا كيفا؟ نسيتني ولا كيفا؟ والله ما كان حتى مشكل يا خويا، اسمح لي. اعتذر من حديث النبي عليه الصلاه والسلام واضح، ولا يقبل الزياده والنقصان. قال تقسم امتي الى كذا وسبعين، يعني 73، وتنقسم النصارى والله أعلم، وتنقسم اليهود إلى 71 أو 72 شعبة وكذا. لكن الإضافة، روح سقسي معليش، صححها الشيخ ولد الددو علامة ومشهور. شكون شيخ؟ شيخ ولد الددو علامة، ولد الددو علامة العصر بلا منازع علامة العصر، بشهادة مجاميع مشايخ أهل السنة والجماعة، ومجاميع مشايخ ما شاء الله الأمة الإسلامية، شهادة أنه علامة العصر ما شاء الله، موسوعة في الرياضيات، في الحساب، في الهندسة، في علم الحديث، علم الفقه، التعديل والتجريح، الأحاديث النبوية، الشعر الإسلامي، في كل حاجة، في السيرة النبوية، سيرة الصحابة، ما شاء الله، الله ربي يبارك فيه ويحميه ويحفظه. الحمد لله. قال الإضافة اللي جات واحدة في الجنة والبقية في النار. قال لك هذه ليست موجودة. لا، هذا حديث ضعيف. لا، الحديث يقول تنقسم أمتي إلى 73 فرقة، هذا صحيح. وتنقسم اليهود إلى كذا وسبعين فرقة، صحيح. وتنقسم أمة اليهود إلى كذا وسبعين فرقة، صحيح. لكن الإضافة اللي داروها من بعد، واحدة في الجنة والبقية في النار، قال لك هذا تاع واحدة في الجنة والبقية في النار، قال لك هذه ضعيفة غير موجودة. لماذا؟ قال لك تدل كثرة
المذاهب تدل على ماذا؟ على البحر من العلم والذكاء، الذكاء والعلم. اضرب انت تروح تكفر انسان مثلا كان اللي كفر الطحاويه، كان اللي كفر الاسماعيليه، كان اللي كفر هذه، اذا اثبت انه يلتزم بالقران ويلتزم باحاديث بعض الاحاديث ويرى ان الاحاديث الاخرى ضعيفه او انها غير ثابته عنده، ما تقدرش تكفره. تكفر من يكفر بالله الكفر البواح، مثل الاثنى عشرية يسبون الله والرسول ويطعنون في أم المؤمنين ويقولون بتحريف القرآن، فهذا هم كفار. كفار، انتهى الموضوع. أنا متفاهمين مالا. بارك الله فيك. لكن إيه؟ كثرة الطوائف عند المسلمين، كثرة الطوائف مش معناها أنه الاختلاف فيهم رحمة، لأن هذا يصلي وهذا يصلي وهذا يصلي. يعني انت في رايك، استنى باش نوضحوا بعض المسائل ونوضحوا هذه كلمه الا واحده في الجنه، صح؟ يعني انت في رايك انت يا هذه الواحده هذه، تسمى الحديث اللي يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الا من ابى، فسدي واش حاب يقول الا من ابى؟ الا من ابى، شوف كلمه كل من تبع الرسول عليه الصلاه والسلام منهجه ودينه وما نزل عليه هذا يدخل الجنه بعد لا اله الا الله، ما كاش فيها نقاش. اذا كان فيه، اسمح لي، اذا كان فيه تعذيب، فيه الخلاص شويه، تخلص الكريدي تاعك، درت حاجه ولا حاجه، هذاك يعود الى الله رحمته عليه على المؤمنين. الناس اللي ماتوا كاين مؤمنين خويا محمد سوف يعذبون، نسال الله العفو والعافيه، سوف يعذبون ويدخلوا الجنه بالصح. إيه ما كاش كاين بعض المؤمنين يدخلوا الجنه بعد تعذيبهم، هل التعذيب هذا يجوز؟ ما نعرفوش، الله اعلم، هذا من الغيبيات خويا. ولكن يا استاذ شوف، خليني نكمل يا محمد، لا يعطيني شويه وقت. ما هذا المؤمن واحد يعني يكون عنده شويه علاقه في الامر هذا ان شاء الله. شو خويا محمد كي قال واحده، هذه حقيقه، كل من تبع محمد صلى الله عليه وسلم على منهجه وكانت نيته صافيه، يعني نيته صافيه في الطريق هذا، يدخل الجنه. ما سميش لا محمد ولا عبد القادر ولا هذا سيزار ولا لا 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 لا، حتى الكافر كي تشوفوا برا. محمد اخي، شو واحد شكتب لك؟ كتب لك الجنه والنار خرافه. شوف الناس، خلي ربي يسهل من بعد الرد عليها. لا ما لاش مفهوم، اش خفزه. شوف خويا محمد على النقطه هذه ومن بعد رجع. شوف يا اخي، ان قضيه كاين من امه محمد من يدخلون النار، هذه قطعا كاين من 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 امه محمد من يدخل النار ويدخل العذاب، لانه ارتكب معصيه، ارتكب فاحشه، ارتكب كبيره من الكبائر، دار ذنوب. هذا لازم يطهر، وممكن احنا الاولين اللي ندخلوها، الله اعلم. اعوذ بالله قلنا احنا رانا متشبثين برحمه ربي. برك صح عملنا وما عندنا والو، احنا رانا قاعدين نطبلوا في بندير مقعور، وخايفين نقولوا ان شاء الله يا ربي، احنا نقولوا ان شاء الله يا ربي. بس هذه ما تدخلش تحت المسمى تاع الا واحده. هذه فيه احاديث اخرى ان فيه فرقه من المسلمين تدخل الجنه بدون حساب ولا عقاب، ما يتسالوش. لا هذه اسمع، اتونسيون، هذه بعد ما اتى الاسلام، ما نزل محمد، مقبل اهل نوح، يونس، اهل يوسف في زمنهم، واهل ابراهيم يدخل الجنه. يا استاذ شوف، تقدر تطبق القواعد اللي راها موجوده عندنا على امه ابراهيم يدخلوا الجنه. هل فيهم عصاة ربي يعاقبهم؟ فيهم عصاة ربي يعاقبهم، فيهم ناس كما نقولوا حنايا بعد ما مات سيدنا ابراهيم بقاو حاكمين الديانه تاع سيدنا ابراهيم ماشيين عليها غلط. مثلا تشريعه تاع موسى، موسى يا اخي كان مع بني اسرائيل على كل يدخل الجهنم واتبع موسى وراه. هل في اتباع موسى سامحني، هل في اتباع موسى كاين ناس اخطاوا؟ كاين ناس اخطاوا، ان شاء الله يعاقبهم عليهم بعدين يدخلهم الجنه، وان شاء غفر لهم ويدخلهم الجنه. نفس المثال، نفس الاستوار. يعني كاين ناس ربي يدخلهم الجنه. دقيقه خاوتي سامحوني، اتكلم عن الجنه. مطلق محمد
انا ما انا هدي انا ما الله اعلم، بالك اني غلط بالتدقيق، الله اعلم. لا ما معليش اخي، شوف كيما نو قلنا نو لك، ما عندي انت حتى من بعد مشكلة. ابحث، انت من بعد ابحث هو يبحث ونعود نتلاقوا ان شاء الله، ولا بد واحد اخي فيكم غلط واحد فيكم صح. لا، ما كاش غلطات، احنا ما ناش علماء وكذا. انا عندي فوالا يقين، فوالا انا ما ليش عندي عندي يقين باللي الايمان تاعي. هذه قضيه ايمان، مش قضيه يعني لازم تكون والاجتهاد، دكتور الاجتهاد اخي ايه. الكريم الاجتهاد مليح، وي سا سي ان سور. الذكرى تنفع بالمؤمنين سبحان الله. نرضيك تعرفوا المؤمنين سيكلار. والله اعلم. ولو انا اهل الشيعه واهل الصوفيه ما ندناش كلمة مع مليحة تقول هذا أخي، كلمة مليحة تبدأ، عجبتني مين تقول توجور تقول والله أعلم، هذه عجبني بها. اوبليجي، سورتو في حوايج كيما هادو، اكثر خاصه في الدين لازم تقول الله اعلم. على بالك انا بعض الناس اللي هذا على وش صار في البلاد مع النظام هذا وكذا، انا كاين بعض هذو اللي راهم يقتلوا في الجزائريين والشعب الجزائري. انا جزمت نستعرف غلط، بصح ما جزمت يعني قلت انا اللي سيدي نو، بصح قلت يعني الغضب تاعي كي نشوف جزائريين جزائريات يتعذبوا كذا. هذاك الانسان اللي مات قلت عليه روح جهنم. نو، ما تجمس، انت ماشي ربي، ما عندكش الحق لا. تقول عليه. تقول عليه اللهم اجعله من اهل سقر، اللهم اجعله من اهل سقر. هذه وعندك ملفات عليه باللي انسان كان ظالم وحقار ويفعل اشياء مش مليحه، عادي عندك لا. الحق تجي عليه، بصح تلزم ايه لينا احنا نتقلقوا ونشوفوا الناس خاوتنا وخياتنا يضربوهم يحبسوهم يديروا فيهم الشيء العجب اللي ما يدير فيهم، ما يرامش يديروا فيها اهل الطغاة. ايه واحد بليشي، وربي على باله واش كاين في النية تاع الانسان. سي صح، تو، كل الله يفرق امرئ لنا ما بلاد نوب. هذا ما كان، هذا ما كان، الله يجعل خير. صح. آمين آمين. وي، ما تعرفش الوقت تاعك وقتها يديك والله وقتها عجبني تروح. الحوار تاعكم، عجبني بكل احترام والله، لا ما شاء الله. يا ولا انا محمد نطيل الوسع بزاف، ممكن يتقلق هكذا وكذا، ما السلام عليكم. يقلقنيش. عليكم عارف السلام شارك عارف، ولا بد قاعدنا الجزائريين قاعدنا مقلقين على الأوضاع وش لا راح صار يكون. وي بسمع محمد، خلينا بنفتح وراك. اني ديت لابوست تاعي، قلت لهم ما نجيش، ديت لابوست تاعي باسكو خدمت نهار كامل وانا نخدم. محمد سمعتك في واحد اللايف، قلت لك طلعني هذاك بان 19، خلينا نعاود نفتح نغلق القوس نقول له الاستوار تاعنا تاع البلاد. طلعت في اللايف تاع هذاك بان 19 واسمه مورا، سي صح؟ مورا بان 19. وكان معكم محمد. وكان محمد معكم وما يطلعنيش، علاش عارف على ما يطلعنيش؟ المهم بالك انا ماشي ما عندوش عقليه تاعي، ما انا ما جيتش نشكي هنا على الناس وين نقص في الناس. يعني لا الحوار اسمح لي اسمح لي، مراد ما يطلع لي ما يعرفش ما يطلعهاش، بس كل اللي يطلعوا الناس يسبوا. ودي انا يا عم يعرفوني خويا محمد، هاو شوف كيفاش نتكلموا، كيفاش يتكلم معايا نورمال، ما كان والو. وما عندهم السلامه الموضوع، يعني وش هي النقطه؟ النقطه تاعك كي قال لك هذاك ابراهيم 75، يعطيك الصحة على كل حد. ما نحبش نشكر الناس في وجههم، بس با بيان باسكو هذا لا يجوز اطلاقا. نقولها لك، قلت لك في اللايف، يعطيك الصحة على الجواب اللي عطيته له هذاك ابراهيم 75. كيفاش تهضر على الناس، على الشعب الجزائري، يخرج ولا ما يخرجش، يجي ولا ما يجيش، وخاصة اللي راهو بالجليلة في في, في 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 الخارج. أما الشيء هذا الهضرة بزاف، مش غير هو برك اللي راهم ينشروا فيها الهضرة تاعي، هما ما خرجوش ما نخرجوش، راهم يمشوا فيها بارت، راهم في الجروبات تاعهم. شنو العقلية هذه؟ شنو العقلية هذه؟ بصح يا أخي خلينا نهضروا درك في موضوع الشيعة وموضوع لا 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 خلينا لا 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 سي بون، خلينا هذه النقطة اللي طلعت عليها خلاص، راك جاوبتني ماشي متفق معاك وأنت ماشي متفق معاك، روحوا نتعلموا وزيدوا نتعلموا وتوسعوا. وي انتم اذا عندك موضوع تاعك تاع الشيعه وكذا نحبط انا خير، اذا خليك خليك تكمل خويا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خويا سيزار ابيانتو ان شاء الله نكمل خدمتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. راني سمعتكم. السلام عليكم. الو، نرجعوا اخوتنا للنقطه المهمه تاعنا، النقطه المهمه تاعنا اللي نتكلموا فيها، رانا قاعدين نشوفوا باللي راه كاين منصات سواء في التيك توك سواء في اليوتيوب، ودرك خرجوا لها جهر نهار راهم يدعوا للالحاد، عيني عينك
تشكيك في البخاري، تشكيك في كتاب مسلم، تشكيك في القرآن، تشكيك في الصحابة، تشكيك في الأحاديث، تشكيك في كل شيء. يجيب لك حديث ضعيف ويبني لك عليه استوار، وخاصة حاكمين واحد النقطة كنت تكلمت عليها من قبل، بس هذا اللي راه فاتح واحد الله يسموه ميهوب بوشامة، ميهوب بوشامة فاتح قناة ومستند على هذا، وشو على قضية آية الرجم، يقول لك القرآن أنا مستعد نثبت لك أنه ناقص، تقول له كيفاش ناقص؟ يقول لك آية الرجم والسيدة عائشة قالت أكلها الدجن، يعني أكلتها المعزة. شوف قضية، مش ما طلعنيش، كون طلعني نجاوبه ديركت. قضية الحديث الذي يقول لما جمع القرآن فإن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت عندها مصحف، كي تسمع الإخوان المسلمين أولادنا يسمعوا مصحف يقصدوا باللي راه القرآن اللي راه دروك، المصحف كامل من الفاتحة إلى سورة الناس. لا خاوتنا، كلمة مصحف تعني أي حاجة كما نقولوا حنايا ماب، حاجة حاجة بين كما نقولوا تجيب كي يسموا هذاك اللي يحطوا فيه الورق، كيف يسموه خونا سيزار اللي يحطوا فيه الورق، كي يسموه بالفرنسي يعني يسموه ماب. رحمن حاسي ها هذا اللي كلاسر كلاشر، كلاشر اي حاجه، بار اكزومبل وي كلاسر، ايوه حاجه كيما هكا، حاجه كيما هكا مثلا، وتحط فيها ورق هنايا، تحط ربع ورق خمس ورق، هذا في اللغه العربيه يسموه مصحف، مصحف يسموه مصحف باللغه العربيه الفصحى يسموه مصحف. بعد نرجع لك مهدي مهادي تقول للدنيا حافظك حافظ، اطلع اطلع باش نتناقشوا، اطلع ورينا وين الدنيا تعارض مع العلم، اطلع دير دوموند واطلع نتناقشوا. فهذا يسمى مصحف. وحادثة أن عائشة قالت أكلها الدجن هذه عند أهل السنة والجماعة ضعيفة، ضعيفة ضعيفة، أصلا العلماء ضعفوها، ضعفوها. قضية آية الرجم، آية الرجم اللي راه يقول بلي آية الرجم ماهيش موجودة في القرآن، وكاين أحاديث راها تطالب بالرجم. احنا قلنا، وحتى الشيخ القرضاوي قال لك الرجم ليس من ديانة الإسلام، بل هي شرائع يهودية كان احتكم إليها النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما تنزل سورة النساء والأحكام هذيك اللي فيها، وسورة النور والأحكام، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قبل ما تنزل هذه الآيات المحكمات النبي كان يحتكم لهذيك الشريعة. لما جاءت الصورة انت عن سورة النور ونزلت الأحكام الإسلامية، تخلى النبي عن الأحكام اليهودية، تخلى عنها، قال لك لا راه نزل القرآن بالأحكام اللي موجودة عندنا، فأصبح المسلمون يطبقون ما موجود في القرآن. فإذا فيه مدون، إنسان كتب، كاتب يدون في أحاديث النبي وفي السيرة وفي هذه، كان دون باللي النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتكم إلى شرائع اليهودية، لأنه لم يكن القرآن مكتمل، ما كانش نزل كامل، وكان دونها ويجيبها كدليل. قل له لا، قل له احنا حنا في اهل السنه والجماعه كاين الناسخ والمنسوخ، وما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير بمثل بخير منها او مثلها، هذا ربي دارها كيما هكا، وما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها. ربي نزل القران، صحيح نزل ايات، ومن بعد الله عز وجل نحى، قال لك لا هذه صعيبة على المسلمين، نحى رحمة من الله، رحمة من الله نحى، قال لك لا نخفف الأحكام، نخفف الأحكام حتى اكتمل القرآن. يبقى القرآن اللي موجود الآن هذا هو القرآن كامل، فإذا آية نحاها نحاوها أو بعض الآيات نحاوها فهي من المنسوخات، المنسوخات التي نسخت من الله عز وجل على لسان نبيه، نسخت لا نحتكم بها نهائيا، ننسى وش دير بها، ربي قال لك ما تخدمش بهذه. مثلا نعطيكم مثال، انت ادرك في 2023 راك تخدم بقانون، ممكن في 2019 كان قانون واحد اخر، قانون واحد اخر يمنعك تمشي من هذه الزنقه، يقول لك ممنوع تدخل بالسياره تاعك هذه الزنقه مثلا على سبيل المثال، راك تشوف الطوموبيل تلقى البلاكا سونس انتردي، ممنوع تدخل هنا. في 2023 نحاو هذيك البلاكا، غيروها، تدخل ولا ما تدخلش؟ تدخل، اصبح القانون مسموح. كذلك الدين، الله عز وجل لما نزل القران كاين الناسخ والمنسوخ، المنسوخات هذه خلاص انسى انسى، وما ننسخ المنسوخ هذا انساه انساه، انتهى الموضوع،
لا يعتبر من القرآن. طيب مثل القبلة، بارك الله فيك، المسلمين كانوا يصلوا تجاه المسجد الأقصى، المسجد الأقصى، فمن بعد وجهت الله عز وجل قال لك القبلة هي مكة، فالمسلمين بدلوا عادي ماشي حرام، لأن الله عز وجل هو اللي أصدر الأمر، قال لكم تصلي هيك، ربي قال لكم صلوا هيك، نبي قال لكم صلوا هيك، خلاص قال لك أنا بدلتكم الطريق، راح تعترض؟ لا، اللهم لا اعتراض. فإذا شيء يحتج عليك بهذه الآية قل له هذه الآية لا توجد في القرآن، نحن نحتكم بما يوجد في القرآن، ما كانش في القرآن ما تهدر ليش، ما تهدر ليش حاجة خارج عن القرآن، ما تهدر ليش. إذا قال لك راها كانت كاينة ونسخت، نسخت، الله عز وجل هو من نسخها، والنبي عليه الصلاة والسلام نسخ، كي ربي نحاها النبي نحاها، قال لك نحوها هذه بديروهاش. هل القرآن بكماله وتمامه؟ نعم بكماله وتمامه، ولا يعتريه نقص أو زيادة أو شبهة أو هذا وهذا، ما في حتى حاجة. الدليل أدلة من القرآن أم أدلة من السيرة؟ أدلة من السيرة، النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتوفاه الله نزل جبرائيل عليه السلام في عدة مرات وراجع مع النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، راجعوا معاه ها القرآن اللي راح الأمة تخدم به من بعدك. هل الصحابة كانوا عارفين؟ الصحابة كانوا عارفين، فيهم حفظة القرآن، شيء طبيعي، مش كل الصحابة كانوا يحفظوا القرآن، لكن كثير، مش كثير كثير، لكن كثير اللي كانوا يحفظوه، يحفظوا القرآن كامل من الدفة إلى الدفة. ولما جمعوا القرآن جمعوا هذا الصحابة اللي حافظ القرآن، واللي حافظ آية، واللي حافظ سورة، وكل إنسان يجيب آية لازم يجيب معه زوج شهود حافظينها كما هو، واحد حافظ آية ما يأخذوهاش منه هو برك اللي حافظها، لا لازم يروح يجيب زوج خورين صحابة حافظينها كما هو حافظها باش يأكدوا باللي صحيح صحيح. ترتيب الصور أن الفاتحة هي الأولى وصورة الناس هي الأخرى، لا لا، هذا موش متاع النبي عليه الصلاة، وما فيش ضرر تقدر تحط بار اكزامبل تبدا تقرا القران من سوره النساء وتبدا تقرا وتكمل بالفاتحه، ليس عيبا وليس حراما، ليس عيبا وليس حراما، انما العلماء داروا ترتيب بهذه الطرق، قال لك الانسان يقرا الفاتحه هي فاتحه الكتاب لانها مباركه، وتقرا سوره البقره بما انها طويله طويله بزاف، قال لك الانسان اذا قرا وحفظ سورة البقرة الباقية شيء سهل، يجيه سهل الإنسان كي يحفظ حاجة كبيرة، ومن بعد يشوف حاجة صغيرة، الصغيرة هذيك تجيه سهلة باش يحفظها. وكاين الناس عندهم عكسي، يقرأ سورة الناس وسورة الصمد وسورة الفلق وسورة القارعة وهذه الأمور هذه ويطلع. كاين الناس لا، يبدأ بكبيرة وينزل. سورة البقرة هي أول سورة في القرآن. ها؟ سورة البقرة هي أول سورة في القرآن. سورة الفاتحة. هي أول سورة. بعد سورة الفاتحة. بعد سورة البقرة ومن بعد آل عمران ومن بعد جي سور الأخرين آل عمران وجي سورة المائدة وسورة النساء وسورة السور، يعني بالترتيب. هو ما يهمش ترتيب السور، المهم ما تقطعش آية من سورة وتحطها في آية أخرى في سورة أخرى، ما تنحيش آية من سورة وتحطها في سورة واحدة أخرى، هذا لا يجوز، لأن هذا توقيفي، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي رتبه. ترتيب الآيات فهو توقيفي للنبي عليه الصلاة والسلام، أما ترتيب الصور ما كان حتى مشكل، ما كان حتى مشكل. فما يجيوش يضحكوا عليكم أخوتنا، لازم تعرفوا تردوا عليهم، قل له الناسخ والمنسوخ هذا ليس من الناسخ والمنسوخ هذا ليس من القرآن. بعد ما جمع القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس بالطريقة اللي راك تشوفها انتهى الموضوع، ما يجيش واحد آخر يقول لك راه ناقص راه زيد. أعطيناكم دليل عقلي على أن القرآن كامل متكامل، نزيد نعطيكم دليل آخر من القرآن نفسه، لما ربي يقول لك إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، وجيت تقول راه ناقص، أنت ما راكش تشكك في الصحابة، راك تشكك في ربي، راك تقول له ربي أنت ما قدرتش تحفظ القرآن تاعك، ما راكش تطعن في الصحابة. فالشيعة ظن منهم الغباء تاعهم، هم يظنوا راهم يطعنوا في الصحابة، لكن بغبائهم ولو يطعنوا في رب العالمين، شغل يقولوا ربي ربي أنت ما قدرتش تحفظ القرآن تاعك، فهمتوا؟ هاو المشكل. فلازم خاوتني تعلموا تعلموا تعلموا، ما تحطوش راسكم هكذا تزل قدام. انا ما عنديش مشكل فيك انت يا مثلا عاجز انك تنوض تتوضا وتصلي، ما راكش تصلي بيسك راك عاجز، ولا غلباتك نفسك غلباتك الشهوات،
لكن مش معنى هذا انك تكذب انه شيء فيه الصلاة. تكذيب الشيء ليس ليس العمل غير العمل بشيء. كاين ناس ما يصليش متكاسلا، كاين انسان ما يصليش متفنيا، كاين انسان كاره، عكس الانسان اللي يكون مكذب الصلاة يقول لك الصلاة ما كانش هذه، هذا راه كفر ديركت، كفر ديركت. خلي نفسك دائما تكون قريب الى الله بما تستطيع، بالقدر اللي تستطيع، ما تكفرش، ما تخرجش نهائيا للكفر. تجي تقول القرآن محرف، اعطيني التحريف اللي فيه، هات لي التحريف اللي فيه، هات لي التحريف اللي فيه. يجي يقول لك ها في هذيك الايه، وين هي الايه هذه؟ شكون اللي قال هذه الايه؟ الهضره تاعك انت، جيب لي اقوال العلماء. صحيح انه فيه قال لك كانت صوره صوره يا ربي، كان واحد الصوره قصيره في القران والله اللي ناسيها. بعض الصحابه قال لك كنا نقراوها كانت قد البقره، قد صوره البقره. صحيح، لكن نسخت، نسخت. هذا القران تاع ربي، اعطاك قران نحى نص وخلى نص، هو شأنه، هذا حاجه تاع ربي. وكي نحاها مش بخلك بها، نحاها تخفيفا لك. الصلاة لما فرضت كانت 50 ركعة، فرحمة من الله ردها لك غير 5، وكل 5 صلوات، وكل صلاة بعشرة، الحسنة بعشرة أمثالها، كل صلاة تعتبر لك 10، صليت 50، رحمة من الله ولا مرش. لو كان ربي فرض عليك 50 ركعة في اليوم، 50 صلاة في اليوم، كنت تقدر تخدم وتتزوج وتدير دار وتصلي ولا ما تصليش؟ هاي لو ربي دارها كيماك 50 صلاة وخبط راسك للحيط، راح تعرض ربي تقول له لا، يقول لك خلقي وانا حر فيه. كفرت واسعة. انا بلش وانا يعني هو شي يعطيك لوش، ربي دارها كيماك تيلو، اللهم نعترف ربي يحب يدير حاجة اعتراف، نقدروا نعترضوا على ربي نقولوا له 5 صلوات على صلاة الظهر احنا رانا خدامين يا ودي. لا ابدا ابدا، يسرها للإنسان ورحمة من الله عز وجل، دار لك أبواب، فتح لك أبواب الرحمة، فما تيأس من رحمة الله وتبدأ تكفر على ربي ديرك. لا، واعتراضات وراها كان صورة وكان نقصة وكان زيادة، واش اللي زاد وني نقص؟ الزيادة ونقص راها في راسك، راها غير في راس هذا الناس المشككين في القرآن، والطعن في في في, في النبي، والطعن في الصحابة، والطعن في القرآن، وبدأوا يهدمونا في الدين تاعنا، وبدأوا ويخرجوا في أولادنا ويستبغلوا فيهم وبناتنا ويستبغلوا فيهم. ومن بعد تلقى عندك مجموعة يعني ممكن قادرة تكون 20-30 ألف، 40 ألف، 50 ألف واحد ملحد في الجزائر، جيت تهضر معاه يقول لك أو آية الداجن وآية هذه وآية هذه، جيت تفهمه يقول لك والله خلاص بس سخطوه في راسه باللي راه، وزيد يتلبسوا الشيطان وزيد يدعملوا هذيك الفكرة، وروح حل أنت المشكل بعد 10 سنين، أروح يجري حل المشكل 10 سنين بعد 10 سنين. لا، إحنا نستناو حتى تتأزم الأمور، لا، من ظرف نغلقوا هذه الأبواب، ما نغلقوهاش بالقوة، نغلقوها بالعلم. هذو الناس اللي راهم دايرين قنوات، خلوا خاوتنا يطلعوا الناس اللي قارين السنة وقارين الأحاديث. من فضلكم أن نوجه رسالة، وخاصة الشيخ حمداش، وخاصة المشايخ الجزائر، ادخلوا معاه وناقشوهم، ادخلوا معاه وناقشوهم. أنا إنسان عندي شوية علم راني نجادل به، هذا ما كان راني ندعي المشيخة ولا راني ندعي في العلم، لكن قلبي كلاني راني نهرش على قد قدرتي، على قد الطاقة تاعي. ها ها، أنا نوصل لكم في الرسالة. هذا القناة يسموها ميهوب، ميهوب بوشامة، راه يدير لايفات وينشر في الالحاد، وينشر في التشكيك في القران، والتشكيك في حديث النبي عليه الصلاه والسلام، وداخل شرق وي وي. شفتها شفتها محمد خويا، شفتها سي سي بير، سي بير 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 كو سا كاع بير. المهم اكثر من هذا، وكان اللي راهم موافقين، والراي كان اللي راهم موافقين، وكان اللي راهم يطلعوا موافقين ويطلعوا معاه وي 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 كاينه. هالور هذو البواب لازم نسدوه، منظرك منظرك يتغلقوا خويا. لا مش بالقوه خويا، لا مش بالقوه، مهدي مي هذه بالقوه، راك تتشرك عليهم وقبل تكذب في القران، درك تقول لي تغلقوا، ما تغلقوا، ما تغلقاش بالقوه. ها روح اطلع، اطلع دير 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 دعوه وطلع نهضروا معك، اطلع نناقشوك. راك بين كنت تقول القران والقران والسنه والاحاديث، اطلع اطلع انا ونقول لك حاجه، انا خير من هذا اللي عنده قناه. قال لك راكم ديروا له في الاشهار، هيا دوك كي تفهم هذا القوم، قال لك راكم ديروا له في الاشهار. علاش نديروا لهم في الاشهار؟ الحاجه كي تغطيها تنتشر، كي تسكت عليها تنتشر، يا الفساد كي تسكت عليه يعم، يا الفساد لازم تهضر عليه وتفضحوا وكتاش نتعلموا. الفساد اذا كانت حاجه فاسده لازم تهضر عليها، لازم تهضر عليها، واش تطفي نار الفتنه
يا وكي تسكت عليها راها تنتشر، تما درك ما نهضروش عليها ونخليوه يستغبي ولادنا تم، كل مرة يلعب بعقول ربعة خمسة على ربعة خمسة. الجدية محمد خويا، على الجدية، بارك الله فيك. وي قصدي ما تذكرش اسم القناة، لازم نذكر اسم القناة خويا حمزة، لازم باش الناس اللي عندهم علم في الأحاديث من يطلعوا يهضروا معاه، لازم يواجهوه، لازم يواجهوه، لازم يهضروا عليه ويفضحوه، لازم يتفضح. اسمه ميهوب، ميهوب بوشامة، لازم يتعرف ولازم يتجادل بالحجة والدليل باش يسكر فمه، خلي الناس يلجموه بالحجة كي يطلعوا معاه ويهضروا معاه في القناة نتاعو، الأتباع نتاعو ثاني يفهموا. ما نقدروش نسكتوا على حاجة كيما هاك، مش ندير له في الإشهار، هو ديجا راه عنده المتابعين أكثر مني، دخلت لقيت عنده 300 واحد، أنا عندي غير 94، 94 واحد راهم يشوفوا فيا، هو عنده أكثر من 300، دخلت لقيت أكثر من 300 واحد قاعدين يسمعوا فيه، ولادنا وبناتنا نخلوهم هكا ونسكتوا عليهم. لا يا أخي، أنا نقول اسم القناة باش الناس اللي يهمهم الأمر يكتبوا اسم القناة ويطلعوا عنده، يديروا اشتراك عنده، ولا يطلعوا عنده يهضروا معاه بدون اشتراك، يطلعوا يهضروا معاه، يلزموه بالحجة باش يسكر فمه في القناة تاعو، يتفضح في القناة تاعو، وإذا تطلب الأمر يطلعوه كما نقولوا حنا تاع شغل كومبا هذيك هكا، ويطلعوه يديروا معاه مناظرة، خلي حتى الأتباع تاعو الناس المغفلين اللي ما مش فاهمين الدين كي يشوفوا أهل السنة الجاموه ما يزيدش يهضر، يوليو يعايروه، ها هو القصد منها. وقد نزل عليكم إذا سمعتم آيات الله يكفر بها فلا تقعدوا معهم. ما تقعدش معاهم، احنا نشوف فيهم جماعه نشرب معاهم في قهوه، ماشي جماعه رهاني، انا ما اشربش معاه، بصح تقعدوا معاهم يعني ما تركلوش، مش تقعد معاه برك وتسمع وتسكت، لازم تواجهه، ما تقعدش معاه بصح تبدل المنكر، ما تروحش تجمع معاه وتاكل معاه وتشرب معاه، بصح اذا لقيته قاعد يهضر في هضره فاسده ويكلح في الناس ويحب يبدل دين الناس بالفساد، لازم تهضر وتواجهه، لازم تقارب بالحجه، والنبي ما كانش يجادل الكفار، امال علاش جا النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش يواجههم ويجادلهم ويناقشهم ويفتح معاهم حوارات؟ مال النبي راح قاعد عند الكفار، قعد معاهم، فلا تقعدوا معاهم ولا تقعد، لا مش هيك، ما تقعدش معاه، ما تروحش تصاحبه، ما تروحش تبقى تضحك معاه وتقصر معاه تلعب معاه في دومين، بس كي يشوفوك الناس يقولوا لك هذا راه معاه، هذا راه راضي بالافكار تاعو، راه قاعد معاه وياكل معاه ويشرب معاه ويقصر معاه، فهمت؟ تسمى شوف تبدل، تروح تبدل، اذا هو شفته باللي ما حبش يبدل واعطيته الدليل وهذه اخرج، خلي واحد اخر يزيد يدخل يزيد يبهدله، وزيد يخرج يزيد يدخل واحد اخر يبهدله، هو مش قصد هو يتبادل، هو ممكن حتى يكون صهيوني، صهيوني قاعد يفسد، بس احنا يهمونا الاتباع تاعو ما يتبعوش، الناس يفهموا لازم يتوعوا ولادنا. انت وقيلا ما قريتش كتاب البخاري كارثة، ايه انت اللي قريته زعما، انت اللي قريته كتاب البخاري، انت قريته؟ راك تقول لي ما قريتش كتاب، طلع طلع نهضر معاك على البخاري، طلع نهضر، انت وقيلا ما قريتش كتاب البخاري، اطلع اطلع دير يا القاري، اطلع فهمنا يا القاري، اطلع اطلع، انت لا احنا ما كاربون دي قريناش، اطلع يا ودي، لا كارت ناسيونال تاعو والله ما عارفش فيها، عارف باللي فيها التصويره تاعو والعنوان والاسم، الارقام اللي مكتوبين فيها والله ما على بالوش معناتهم. اي يطلع. سهام سهام سهام. تفضلي اختي، تفضلي اختي، فاهمينا فاهمينا انت قاري يا اطلع قاري، اطلع مرحبا. اطلع، ديري 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 طلب باش تطلعي، وطلعي وقراينا واش كاين في البخاري، وحنا سيدي نناقشوك فيه، ما عندناش مشكل، سهام مستعدين. قري طلب المشاركة وتفضلي، مرحبا بك. هطلعي. ما نقدرش، راني في الخدمة، راكي في الخدمة، عرفتي تكتبي البخاري واش كارثة، قدرتي تخدميها وانت في الخدمة، بس باش طلعي تناقشي ما تقدريش، بس راكي في الخدمة، بس عرفتي تتبعي الهضرة تاعنا وتكتبي انت واقيلا ما قريتش كتاب البخاري كارثة، هذه عرفتي تكتبيها، ما راكيش في الخدمة، هذه الخدمة ما حبستكش على هذه الكتيبة، بس صح باش تطلعي تقولي كلمات راكي خدامة، صح الوقت اخر كي نكون تكوني خدامة بصح تكونيكتي. وي معليش. ايه عندها الوقت تكونيكتي بصح ما عندهاش الوقت تهضر، مش مشكل، مرة أخرى يكون عندك الوقت اطلعي، مرة أخرى يكون عندك الوقت اطلعي، سكتنا لكم دخلتوا بحماركم، ها سكتنا لكم راح انت تعراو علينا، دوك نوريكم شو معنى العرا، الحق صوته عمره ما كان ضعيف.
قسما بالله غير ندخلكم الغيره اللي كنتوا فيها. الغيره شفتوا الغيره اللي كنتوا فيها؟ الغيره اللي كنتوا فيها ندخلكم ليها. الغيره اللي خرجتوا منها نعاود نردوكم ليها. تعذر البخاري واش من الحديث اللي فيه الكارثه؟ حديث ضعيف. البخاري اله نبي مرسل ما عندوش حديث ضعيف، ما عندوش حديث ممكن هو اخطا فيه، جاو علماء من بعده صحوه. لكن انت هل عالم باش تتكلمي على كتاب البخاري؟ صححه العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الالباني رحمه الله، كثير من العلماء اللي صحوا اللي فيه. تروحوا تجيبوا حديث ضعيف، ايه حكم الرده؟ واش دخلك انت حكم الرده هذا؟ وهضرنا عليه حكم الرده وصححوه، وصححه على راسه من القرضاوي. حكم الرده تحبوا تتردوا برك، انتم تموتوا في الرده، تموتوا في الرده. هيا نقراو طراش المسيحيه، فيها حكم الرده ولا ما فيهاش؟ الشيعه فيها حكم الرده ولا ما فيهاش؟ اليهوديه هل يجوز قتل اليهودي المرتد عن دينه ولا لا؟ يجوز. في المسيحيه يجوز قتل المرتد عن المسيحيه، في المسيحيه يجوز قتلهم، في الديانه المسيحيه. في اليهوديه كذلك، اليهوديه يهودي اذا بدل دينه يهدر دمه. شفتوا غير الاسلام توما، مع ان الاسلام اعطى باحه كبيره، قال لك العوام هذو تسمى هذو اللي راه عايش برك هكذاك بوريان ديتو ارتد مرتد شرب يسال عليه، لا يهمناش حنا هذاك. قال لك الرده اذا كان انسان يخشى منه العدا، مثلا قائد عسكري وانت في 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 حرب مع هذوك الناس ومع الكفار من هنا والمسلمين منا، وهذا قائد عسكري والله جندي حامل سلاح وارتد، هذا يخشى انه يروح يوقف مع الكفار واللي يحارب فيك، فهذاك يهدر دمه. انسان عنده مثلا اسرار الدوله، جنرال كما ذاك اللي راه هارب ومخلين وسامحين له يهرب، الجنرالات اللي راهم هاربين سمحتوا لهم يهربوا لانهم عندهم اسرار الدوله، اسرار الدوله كلها عندهم، اذا ارتد يجوز لك قتله. والامم المتحده وامريكا تطبق هذا الشيء، شوفوا شحال من سياسي عندهم اغتالوه ولاحقوه في كل، وعاودوا رجعوه لامريكا وحطوه في في المعتقل، روحوا شوفوا شحال من واحد. هذوك يجوز الاسلام لا عنده حرب الرده، عنده تاع الرده، الاسلام فيه الرده، تقعد في الرده هذه واحد ما يهدر عليها، لا ما نحشموا بها، احنا ما نحشموش بها، قانون مطبق دوليا، علاش نحشم به؟ حبيت نقول لكم واحد الحاجه باش تبعثوها لي مخي يحبس. عارفين باللي بعض المقاطعات في فرنسا في امريكا، يعني كما نقولوا حنايا ولايات، بعض الولايات، بعض الولايات لا تحدد سن الزواج، يعني البنت في عمرها 10 سنين ما تسمح لها تتزوج. في امريكا قسما بالله يا اخوان، ما مينار محمد، ما مينار، ما مش محددين سن الزواج اصلا، يعني يعني لو واحد تزوج بوحده في عمرها 10 سنين القانون لا يمنع هذا ولا يجرمه، ما يجرموش هذا القانون. علاش؟ لانهم ما مش محددين سن الزواج اصلا، ما مش حاضرين، مش يقول لك لازم 18 زياده، اكثر من 18 ولا اكثر من 20، ما على بالهمش بالقانون، ربي يسالي عليك. وكاين ثم بنات في عمرهم 14 و15 متزوجين، ومتزوجين مع رجال في عمرهم 45 و50 سنه، هذه ما شافوهاش ما هضروش عليها. علاه؟ لانهم هم امريكا ما يقدروش يهضروا عليها هما. اسمح لي محمد، هذا الشيء سمعته في هذيك القناه يتكلموا، قال له على الرسول عليه يتزوج ببنت عندها 9 سنين. انا قلت لهم هاي 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 والله العظيم، لا كما يقول لك انسايكلوبيديا، هذه ويكيبيديا، ويكيبيديا امريكيه، هاي ماريد ايج ان ذا يونايتد ستيتس، ها ها قوانين امريكيه، ها الظروف مش قال لك قبل 1400 سنه، الظروف الظروف، ها ها بعض الولايات، ها ها هاي ها 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 وي محمد صح صح، يسموها ويكيبيديا ماريج، مارياج يعني ماريج ايج ان ذا يونايتد ستيتس، ماريج ايج يعني سن الزواج في الولايات المتحده. ها سمعتهم محمد، سمعتهم سمعتهم وي سمعتهم. روحوا طراش الامريكا قول لهم راكم بيدوفيل، روحوا اطلعوا قولوا لهم امريكا راه بيدوفيل، وتشوفوا تشوفوا تشوفوا الدق اللي تدوه، تشوفوا السبان والدقان اللي تدوه، هذا ما تقدروش تهضروا عليهم، ما تقدروش تقولوا امريكا راهم يديروا قانون تاع البيدوفيل، ما تقدروا لهاش.
شفتوا غير النبي عليه الصلاه والسلام يا عرة الناس يا عراير القوم يا كفاره. خونا ويكو تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام ورحمه الله. الصوت راه يتعاود واقيلا. نعم خويا. قلت لك واقيلا الصوت تاعي راه يتعاود. لا نو نو نورمال عادي. اوكي. لا عندي انا راه يتعاود. ما لا انزل وعاود نطلعك، انزل ونعاود نطلعك. انزل ونعاود نطلعك بربي ان شاء الله، دير دوموند خويا من جديد دروك نطلعك، ما كانش مشكل. دير دوموند من جديد، دير دوموند نعاود نطلعك. هاني ندير لك، ايوه هاني درت لك، ها تفضل. ها تفضل خويا. والله يا عفا محمد سمعتك هضرت على واحد شخص وقيله ميهوب هكذا سيسا هكذا ميهوب. ميهوب وقيله وشفت عنده مقبلة الغرفة تاعو ودير علام تاع الجزائر وقيله وعلام تاع وقيله تاع القبائل هذاك وقاعد يحكي في الدين. انا والله قاعد نسمع شفت يعني الشخص هذا كان يحكي كان يتحدث مع واحد الشخص واحد الاخر. المهم انا قاعد نسمع قلت وش يعني بالكم يحكوا في الدين ولا. المهم عاد فهمت باللي الشخص هذا عنده مشكله مع الدين الاسلامي. هو يقول هو مسلم على حسب كلامه بس ولكن واحد اللي يقول انا مسلم كيف يطعن في امر رباني اللي هو زواج الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ما هذه ما فهمتهاش. انت تقول انا مسلم وفي نفس الوقت تطعن في الامر الرباني لاننا على بالنا بان الرسول عليه الصلاه والسلام في حتى في زواجه كانت كلها يعني من عند الله سبحانه وتعالى فهو الذي كان يخطأ. فانا الحاجه اللي ما فهمتهاش فيه وانا طلعت عنده يعني بكل صراحه وقال لي طرح علي واحد السؤال يعني حبي باغتني وحبي يعني يخدعني. قال لي في الجزائر الان يعني ما هو سن الزواج يعني القانوني؟ قلت له اظن 18 سنه سن الزواج القانوني. قال لي كيفاش مالك سن الزواج القانوني 18 سنه والرسول عليه الصلاه والسلام تزوج في 9 سنين؟ قلت له السؤال هذا مخادع. لا مش مخادع، انا نعطيك الجواب خويا باش المره الجايه ترد عليه. شوف سهله جدا. النبي عليه الصلاه والسلام تزوج مع عائشه هم يقولوا 9 سنين بصح كان كثير من الباحثين في التاريخ قال لك لا راه كان في عمرها 20 سنه فوق ال20 لكن نفرضوا انها 9 سنين صح 9 سنين. هل الان انت تحاكم النبي عليه الصلاه والسلام اللي عاش في عصر ما كانش فيه القانون تاع بليس 18؟ زمان ما كانش هذا القانون، القانون وقتاش داروا هذه تاع بليس 18؟ داروا هنا درك برك وين داروه. ما تقدرش تحاكم تجيب انت فرعون وتحاكمه في العصر هذا بالقوانين تاع العصر هذا. كل عصر عنده القوانين تاعو والاعراف تاعو والتاريخ تاعو. كل عصر عنده الاعراف تاعو ما تعرف عليه القوم. في وقت النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش يعرضوا الاهالي ما كانوش يعرضوا حاجه هكذاك، حتى عائشه لم تعارض. كانوا يشوفوا للبنت، البنت بلغت تتزوج، اذا هي قبلت الزواج، علما مع ان السيده عائشه كانت مخطوبه قبل ما تزوج مع النبي عليه الصلاه والسلام، كان خاطبها واحد اخر. ورحب بغي الصديق لباباه وقال له يا فلان أراك خطبت بنتي، إيش كنتم أراك مقابلين ولا؟ بما أن الآخرين كانوا كفار، ما زالوا كفار، ما آمنوش بربي. ناضت أم هذاك، ناسي اسمه برك، ناضت أمه وش قالت له؟ قالت له لو كان تزوج معاه بنتك غادي يصبع، معناها تدخلوا للإسلام معاه يكفر. قال له ما نقبلوش. دار باباها قال له أت الهضرة تاع المرا تاعك صحيحة؟ قال له أنا على الهضرة تاع المرا تاعي. فشكت الخطوبة، جاء النبي عليه الصلاة والسلام خطبها. ومش هو اللي خطبها، خطبوها له. امرأة خطبتها له، بون خطبتها له وتزوج، الحمد لله رب العالمين. هل الأعراف والدين تاع زمان والقوانين والقواعد اللي كان يعيش بها هذاك المجتمع تقبل هذا الشيء ولا ما تقبل؟ هذه بالنسبة لي في وقتهم كانت عادي، في وقتهم كانت عادي. بس قول له هاي سامحني يا أخي، قول له هاي أمريكا هاي زيد 18 على بالي محمد. زيد واحد الحاجه واحده اخرى، زيد واحد الحاجه اخرى باش يقنع بها. قلنا حتى هنا في هولندا، هنا في هولندا الزواج مثلا بنت تحب تعاشر واحد لازم يكون في السن تاعها. بس احنا فرضوا انسان في عمره 25 سنه عجباته بنت في عمرها مثلا 15 ولا 16، هنا القانون يمنع لكن يسمح لك في حاله واحده، وش هو؟ أنها هي تكون قابلة وبابها يكون قابل وامها تكون قابلة. إذا باباها
وامها وهي كانوا قابلين، حتى لو كان في عمرها 15 16 سنه وانت في عمرك مثلا 25 سنه يفوت والك في البلديه ويقول لك عادي، ما دام هي قابله وباباها قابله وامها قابله ما عندناش احنا ما نقدروش نعرضوا حاجه كيما هكا. هي كما نقولوا احنا مندر ايج مندر ايج. راني فاهمك، لان هو السؤال هذا كيطرحوا لي هو يعني حب يدير لي يعني واش يقولوا فخ، فانا فهمت بالفخ تاعو، فبالتالي اجبته وقلت له اولا قلت له الا راك تهضر لي على القوانين الوضعيه، قلت له لا تقاس القوانين الوضعيه بحكم القران، هذه الحاجه الاولى. قلت له احنا عندنا الحكم الاول والاخير هو القران والسنه، فما نقدرش نقيس انا القانون الوضعي اللي داروا بنو ادم اللي قال 18 سنه بالقران والسنه، هذه الحاجه الاولى. قلت له الحاجه الثانيه، قلت له الا عندك انت مشكل في طريق في سن الزواج، يعني المشكل ما راهوش في الاسلام يعني ولا التشريع الاسلامي، عندك مشكل في سن الزواج. قلت له يعني هذا الامر كان متفق عليه في الاعراف تاع هاد الناس في قديم الزمان، قلت له ماشي حاجه بعيده. قلت له كنت تولي لو تولي يعني للمسيحيه كدي انا، فمريم العذراء في المسيحيه تزوجت وكان في عمرها 12 سنه بيعقوب على حساب الديانه تاعهم. قلت له يعني دوك انا المشكل تاعك انت، هل هو في السن او عندك مشكله مع الدين نفسه؟ فما حبش يجاوبني، قاعد يصوتي لي يصوتي لي يصوتي لي. قلت له يا اخي انا هذا ما كانوش حبيت نقول، وخرجت من الغرفه تاعه والسلام عليكم. ربي يحفظك وربي يبارك فيك وربي يخليك. اسمح لي محمد خويا، اسمح لي محمد خويا، انا سمعت والله اعلم باللي تزوج بها مولات نافون، مي ما دخلش عليها بمولات نافون. والله يا اعلم. والله والله كاين كثير من كيما نقولوا احنا تاع خاصه الناس اللي عارفين بالتاريخ. قاسوا الأمور، قاسوا أن السيدة عائشة رضوان الله عليها يوم تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام كانت فوق العشرين، فوق العشرين، فوق العشرين. لكن هذه قضية تاع 9 سنين راهم داروها حشروها حشير، يعني كما نقولوا زادوها زوروها في البخاري، زوروها وين باينة مزورها. وجاءوا علماء كثير ضعفوا هذه الأمور هذه، لكن هم يستدلون بالأحاديث الضعيفة هذه، يجيب يقول لك ها البخاري قال، مع أن كثير من العلماء ضعفوها، قال لك هذه ما كانش منها، دست على البخاري، دست على مسلم، دست على هذا، كذبوا على ابن ماجه، على النساء، كذبوا على كذبوا على ربي، ما فرحني كذبوا على العبادة، كذبوا على ربي ونبي، ما كذبوش على العبادة، كذبوا على العباد. علاش راحوا غير هذا الشيء ديراكت؟ علاش راحوا غير هذا الشيء ديراكت؟ اي بيسكي يحب يدخل الشك في عقول ولادنا، كيفاش يدخل لك الشك؟ كيفاش يدخل؟ ما يقدرش يجيب لك بار اكزومبل حاجه صحيحه باينه، حاجه صحيحه باينه ثابته ويقول لك اصلا نقص منها، ما يقدرش يدير حاجه كيما هكا لانها ثابته. واش يجيب لك؟ يجيب لك حاجه ماهيش باينه، هذيك اللي ماهيش باينه يزينها، يدير لها الامور ويغشك فيها. عمره ما يقدر يغشك، ما يقدر يغشك في سلعه صحيحه، سلعتك تكون صحيحه، ما يقدرش يغشك فيها لانها اصلا صحيحه. وكيفاش يغشك؟ كي تكون سلعه فاسده ينظفها يدهنها مليح، ممكن يعاود لها الصبغه ويبيعك على انها جديده، بصح الجديد ما يقدرش يغش لانه هو اصلا جديد. فهذه صحيح ما دام يحاول يشوهو. انت كي تقول لي راه طلعت قلت له بلي راك جزائر وراك مسلم ما وتهضر الاسلام، ابا سالون كان يصلي مع النبي يا محمد، كان في الصفوف الاولى، كان يصلي خلف النبي، ومع ذلك منافق. هذو راهم اكثر من المنافقين، اكثر من المنافقين، هادو هما اللي قاعدين يكونوا. هذا كفر، هذا كفر محمد خويا. ايه ديريكت، وهذه كاين الخدمه تاعهم. لو كان تحوس عليه هذا ميهوبيه، لو كان تحوس عليه ميهوب هذا تحوس عليه تلقى اصلا صهيوني، صهيوني من صهاينه الارض. صح لا صهيوني صهيوني صهيوني. وجدوا درك راهم فتحوا، شوف فسدوا المجتمع، وصلوه للفقر والجوع، وصلوا الناس كيما نقولوا احنا الابتعاد الديني، ما عندهمش، بعدوا بزاف الشباب تاعنا، ولادنا بعدوا على الدين ما يعرفوش مليح. ها هم يشوفوا درك هذه هي الفرصه باش يبداو يدخلوا لهم في الشكوك، ويدخلوا لهم في الفتن، ويدخلوا لهم في الاختلافات باش يدمروهم، يلقاوهم درك دخلوهم الجاهليه. ايوه يقدروا يديروا هذيك الطبقه الفاسده اللي تقدر تقضي لك على الجزائر. فهمت خويا؟ صح. ها هو الخاطر، ماشي اللي راه قاعد يقول لك دوله مدنيه، اللي قاعد يقول لك دوله مدنيه وحاب يصحح لك بلادك وينحيك هذا الوسخ من البلاد. ها هو الخطر. ايوا وصلنا المفيد محمد خويا، دروك هذه من كلمه مدنيه قال لك باللي صحاب العسكريه، قال لك هادو صحاب مدنيه بايديروها علمانيه ويديروا هذا الشيء. انطلقت هذه الفئه هذه اللي تحكي لها، هذا وين دخلنا المفيد محمد خويا. صح. لا بالعكس، بالعكس انا نعطيك دليل،
على ان هذه الفئه اللي خرجت مش في قضيه دوله مدنيه، لان الدوله المدنيه مش هي اللي مسيطره على الجزائر. لو كانت الدوله المدنيه مسيطره على الجزائر هاد الوجوه والله ما تشوفهم، وكي تشوفهم نيشان نيشان هادو اللي ديد اللي ديد، هذا حكم العسكر راه ينشر فيه التفاهات. هايوا هاي قول لما للحكم العسكري يروح لهاد الناس ويقول لهم واش راكم قاعدين تهضروا، واش راكم قاعدين تخلطوا في البخاري وفي مسلم، ورانا احنا نصلوا صلاه العيد بلا وضوء وانتم تدعونا وتسبونا في البخاري والنبي. اروحوا مش نقتلكم، اروحوا. هاي قناه النهار، قناه الاستعمار وقناه الزيكو هاي مفتوحه، ادخلوا هنا في البلاطو ونجيب لكم علماء يردوا عليكم. يلا وديروا مناظرات يا سيدي، ديروا مناظرات مقارعه الحجاب. كون يدير مناظره امام تاع سي سي بي محمد خويا، امام سي سي بي تاع المخابرات هذاك يا استاذ. احنا قلنا في عصر الدوله المدنيه مش الامام تاع سي سي بي. ان شاء الله ان شاء الله. اضرب 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 اضرب، خليهم يطلعوهم في قناه الاستحمار هذيك، وخلوا علماء السنه وعلى راسهم الشيخ علي بالحاج وعلى راسهم الشيخ حماداش، خلوهم يطلعوا يديروا معاهم مناظرات. راش هيا يفتحوا لهم طرش الباب ونشوفوا اذا هاد الناس عندهم حجه قويه ولا لا. النظام نفسه ما يقبلهاش، او النظام اللي قاعد يدعم في هذه القنوات، يا هذا اللي قاعد يهضر لك على البخاري ويهضر لك في مسلم، يا ويهز الطياره ويروح للجزائر نورمال يدخل ويعاود يرجع لفرنسا ولا يروح وين يدخل حر. ما كاينش اللي يهضر معاه، ما كاينش اللي يهضر معاه. صار واحد يقول لك دوله مدنيه، دوله العدل والقانون، تمنعوا يروح يدفن امه ويدفن باباه، وواحد قاعد يكفر على ربي عيني عينك ويسب في النبي ويتهم في القران بالنقص، تخليه يدخل وتزيد تسلم عليه في المطار. راحوا جابوا كارونين هذيك وجابوا له العرايه اللي كيما هي يستقبلوها في المطار. واه واه واش لو كان جابوا عالم مسكين ما كانش ما كانش يلقى كارونين. كارونين داروا عليها حي حايه. وهذاك اللي راح جاب جائزه اصغر حافظ في العالم ما كانش يلقى ما كانش. ايه جابها والله جدو يستنى فيه، جدو مسكين واحد زوج ولا ثلاثه يستناو فيه في المطار، مع انه جاب جائزه اصغر حافظ في العالم العربي كامل. التسويق هذا اللي يتسمى تسويق للرذاءه. ايه احنا اللي رانا نسوقوا فيه تاع دوله المدينه، ولا النظام تاعك اللي راه يسوق فيه، والنظام تاعكم هو اللي يسوق فيه مش حنايا. يا الاخ محمد، والله هذه الاسئله هذه انا بمثابتي يعني عايش في اوروبا، هذه الاسئله هذه كانوا مع الاول كانوا يسالوها المسيحيين، هما اللي كانوا يسالوا هذه الاسئله اللي باش يبرروا يعني كما يقول احنا التحريف اللي كاين في الكتاب المقدس تاعهم. من بعد ما خاوتنا هنا المسلمين يعني المتمكنين اجابوا عليهم يعني ودحروهم وبينوا لهم باللي الاسئله راكو تسالوا فيها يعني خاطئه، وبينوا لهم بالحجه والدليل. انتقلت من عند المسيحيين المتعصبين الى العلمانيين، العلمانيين ولاو يسالوا هذه الاسئله. يعني كي يكون معاك في حوار هو يقول لك باللي حوار علمي، كي انت تعطي له بالطريقه العلميه انه مخطئ في الاعتقاد تاعه اللي ما كاش وجود الاله، فاول حاجه يروح لها يروح لك للرسول عليه الصلاة والسلام في قضية الزواج تاعه، وفي قضية المرتد يعني تقتلوا المرتد. مع هذا حبيب كوافي دوك خليك تكمل اخويا. قال لك اكثر من 100 حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحرم الخروج على الحاكم، لكن اي حاكم تقصد؟ ما هو البخاري ومسلم اعطوك شروط الحاكم الذي لا يجوز الخروج عنه. انتم جبتوا غير لا يجوز الخروج عن الحاكم، لكن الحاكم الشرعي والشرعي مش المزور. شوف روح اقرا كذلك البخاري ومسلم قالوا لك من هو الحاكم الذي لا يجوز الخروج عنه. ما تجيبليش الا فات حكمه من ذي لا تقرتك عمر بن ابي طالب هذاك ويجي عليه. حتى لو راك غلطان يا حبيب، راك غلطان حتى لو كان ظالما، راك غلطان. الظلم ضرر على تبون هذا طاي طاي يقول لي تبون وصاي حالك ما كان ظالما في بعض القوانين المدنيه التي تسوس الامه. انا متفقين معك، بصح ما يكونش كافر بالله اصلا، ولا يطبق شرع الله، ولا يحكم بما انزل الله، ويدير لك القوانين الوضعيه اللي هي خارج على الدين، ويسمح بالخمر ويسمح بالمخدرات وتبرج، ويحارب اهل السنه والجماعه ويحارب الدين ويحارب الله والرسول، وتجي تقول لي يجوز له لا يجوز لك الخروج عنه. ظالم. هذه خد عمي تبون محمد، هذه خد عمي محمد. معليش نجاوبوا. يطلع اطلعي مرحبا بك. نجاوبوا الا تفضلت خويا محمد. جاوبوا نهضر معاه.
اوكي الذي لا يجوز انا طالع نحاور اسمعني انا طالع نحاور باحترام ما عجبتك ما عجبكمش كلامي اسمح لي اخويا ما عجبكمش كلامي ضربوا بي عبد الحق خويا مرحبا باحترام باحترام ولا كيف تشوفينا احنا باحترام خويا مرحبا بك لا لا ما قلت لك والله ما قلت لك حاجه اخويا بيكو بيكو هلا الله يجازيك شوف خويا انا ما عنديش بزاف كنت نقرا في كتاب المجلد تاع ابن الجوزي العنوان تاع آداب الحسن البصري رحمه الله ننصحك تقراه ننصح انا الجميع اللي راه كما قال لك يقول الخروج على الحاكم ننصحه يقرا معليش تشوف آداب الحسن البصري رحمه الله تعالى واش كان يقول من الفتنه اللي صرات نتاع ابن الاشعث كي بغى يخرج على الحجاج بن يوسف هل يوجد ظالم اكثر من الحجاج بن يوسف يا استاذ فرق بين الظالم والكافر يا استاذ واضح. يا استاذ اسمح لي صح اسمح لي خويا احنا 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 باش نكفروا الناس باش نكفروا الناس باش نكفروا انا ما كفرتش انا قلت لك الفرق بين الظالم والكافر هل الحجاج بن يوسف هل الحجاج بن يوسف حكم بما انزل الله ولا لا لا هل هو حكم القرآن ولا لا هل هو كان يصلي بالناس ولا لا هل هو منع الصلاة منع الصيام منع الحج هل هو مثلا هذا الإنسان راه فرق بين ظالم وكافر إنسان ظالم راه كاين بزاف في الخلافة الأموية وفي الخلافة العباسية كانوا كاينين ناس ظلام الظالم حاجة والكافر حاجة واحدة أخرى أما الإنسان اللي قتل 250 ألف إنسان ذنبهم الوحيد أنه قالوا نحكموا شرع الله أغلق المساجد يحارب الناس اللي صلوا صلاة الفجر أباح المخدرات أباح المحرمات وبناتنا راهم في الإمارات وساكت عليهم يديروا في الدعارة افتح أبواب الخمور افتح أبواب الزنا المؤثرات صاروا يطلعوا عندنا عليا هل هذا يجوز اتباعه لا هل الحجاج دار هذه الأعمال ما دارهاش الحجاج أكثر من 20 ألف مختطف لم يقتل الحجاج الحجاج ما قتلش الناس الحجاج في فتنة قلبك في فتنة اسمح لي دقيقة برك في فتنة تاع ابن الأشعث تاع شحال تاع شحال اسمح لي الله يفتح عليك يا أستاذ الفتنة مات فيها 100,000 تفضل روح مات فيها 100,000 100,000 مسلم مات فيها حجاج الفتنة تاع ابن الأشعث دقيقة خليني غير نكمل خويا ومن بعد المشكلة تاعي ننسى أنا ماشي بصحتك خويا بصحتك سمعتني؟ ومشكلة قلت لك المشكلة تاعنا حنايا ما نقدوش نكفروا الناس خاطر أقاموا فينا الصلاة ما نقدوش نقولوا على حاكم يقيم الصلاة تقوله كافر راك حتى وإن قاتل حنا ما نكفروش بالكبيرة أخي راك فاهمني هذه المشكلة أنت ما راكش فاهم الموضوع برك درك فتنة ابن الأشعث مات فيها 100 مسلم 100,000 مسلم 100,000 شوف أن هذاك العالم كان يرى أن الحجاج بن يوسف مع ظلمه وطغيانه ليس خارج عن الملة وليس كافرا أقام الصلاة بنى المساجد بل من حفظة القرآن وكان يرى أنه خادم لله وللرسول وأنه لم يستبيح الخمر ولم يستحل الربا ولم يستحل الزنا بل كان يغار على محارم الله ويحرم الخمر يحرم ما حرم الله ويحل ما أحل الله هو كان يرى هكذا أن هذا الإنسان ظالم ظالم لكن لا يستبيح حرمات الله لا يستبيح لا ينشر المنكرات والفساد في وسط الأمة أما ما نراه اليوم أن الحاكم يستبيح الخمور بل ويدعمها وينشرها مصانع تاع خمر في الجزائر مصانع في المغرب مصانع في السعودية مصانع وين أصبحت حتى المصانع الخمور في السعودية تباع على اسم خمر حلال هذه وحدة الدعارة راك تشوف رانا وصلنا للعراق الراجل هبط السروال والمرأة طلعت القندورة وما كانش حتى واحد يطلع يقول اتقوا الله واللي يقول اتقوا الله يسن وتضيق عليه الدنيا اللي يقول محمد خويا بوردنوي حلال بوردنوي حلال فتح الديسكوتوكات في كل بلاص نشر المخدرات الحبوب المهلوسة جايبين حتى الكوكايين بالقناطر مدخلينها الجزائر اللي يروح يصلي صلاة الفجر يسجلوا اسمه ملاحقات مداهمات يا أخي فرق بين الظلم ونشر الفساد الظلم حاجة وعلى بالنا باللي الحجاج راه ظالم ما قلنا لكش ما هوش ظالم العالم لما أفتى قال لك أن هذا على هذا الرؤية قال لك الحجاج وإن كان ظالما لكنه مقيم لحدود الله مقيم لحدود الله أما الآن ظالما وما همش مقيمين لحدود الله ظالما وما قاموش حدود الله هاو الفرق فهمت خويا ولا ما فهمتش عرف لي ما هو يا أستاذ عرف لي ما هو الحاكم
ومن بعد نهضروا، عرف من هو الحاكم الشرعي ومن بعد نهضروا. كي تقول لي راه كاين حديث يقول لك لا لا يجب الخروج عن الحاكم، عرف الحديث الحاكم ومن بعد نطرقوا للحديث. دقيقة برك خويا، دقيقة برك خويا، الحاكم هذا اللي راه في الجزائر خرج منا جبنا، خرج منا ولا جبناه من بلاصة واحدة أخرى؟ لا إله إلا الله محمد يا أخي، ما عندناش حاكم. شكون هذا الحاكم خويا؟ شكون هذا الحاكم؟ ما عندناش حاكم. ما الحاكم اعتذر عليه خويا؟ يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ أنا قلت لك أنا هذا جبناه من تايوان، يعني راك تشوف فينا المشكله. اسمح لي يا استاذ، انا ما قلت لكش عرف لي الحاكم هذا من اي عرق ومن اي جنسيه، قلت لك عرف لي ما هو او ما معنى الحاكم الشرعي، من هو الحاكم الذي لا يجوز الخروج عنه، عرف لي الحاكم هذا، اعطيني الاوصاف تاعه. سبحان الله، الذي يحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى. ايوه اكتبوا حكم بما انزل الله. لا الحكم الحجاج بما انزل الله، يا الحجاج كان يحكم بالقران والسنه بما انزل الله، وفيه ظلم، هو والظلم والظلم الظلم. قال الله سبحانه وتعالى اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمه فلا تظالموا. يا استاذ انا منكم بخالف الله سبحانه وتعالى. يا استاذ يا انت راك ماكش قادر تفرق بين الظلم والكفر. الظلم حاجة أن حاكم يكون جائر ظالم لكن يحكم شرع الله، يحكم شرع الله بين العباد، يحكم شرع الله بين العباد، يحكم شرع الله بين العباد، هو ظالم، هو طاغية، فهمت؟ وإنسان ما هوش طاغية بس ما يحكم شرع الله. بالنسبة لي أنا الحاكم الظالم الطاغية الذي يحكم شرع الله هذاك بالنسبة لي لا يجوز لك الخروج عنه لانه يحكم شرع الله، هو فاسد وتغيير نصبروا عليه. اما الانسان صح محمد بن سقسيك بما يرضي الله، بن سقسيك بما يرضي الله. يا اله الله محمد رسول الله. لا محمد ما تحتكرش الكلام خويا، ولا بغيتني نبين نروح نروح ما كاش مشكل. الحاكم ما يصليش والحاكم ما يصليش نورمال. هل الحاكم شكون ما يصليش؟ شكون قال ما يصليش؟ اتق الله اخي ما يصليش. يا استاذ مثلا هل الحجاج بن يوسف قال لهم إنسان قاتل روح ولا قاتل ربع رواح أعطوا له 10 سنين حبس ومن بعد طلقوه يروح، ولا قال لهم ديروا قصاص مثلا على سبيل المثال؟ قال لهم ديروا قصاص. كان قصاص هذه وحدة حكم فيها شرع الله. هل الحجاج بن يوسف، حجاج بن يوسف كان يعارض العلماء إذا قالوا قول صدق وقول حق؟ يا رجل الحجاج رمى الكعبة بالمنجنيقة صح، قتل الزبير. مثلا ابن الزبير يا اخي هذا طغيان، هذا كيسموه طغيان، هذا كيسموه طغيان. تحل لا محمد تحل في جهه وتحرم في جهه. يا استاذ من فضلك من فضلك من فضلك، محمد بن سلمان طلع فوق الكعبه اصلا، جاب المخامر وجاب الرقاصات وجاب الدعاره، جاب البلد الحرمين. هو افجر بالنسبه لي، محمد بن سلمان افجر من الحجاج، افجر على من الحجاج. على محمد بن سلمان منع الصلاه، منع الزكاة، ألا يقوم القصاص في السعودية؟ ما كاش قصاص في السعودية؟ يا أستاذ قل لي اختار العلماء. لا عشت أخي العلماء تسمح لي تجيب لي حجة وتنقضوها سبحان الله. نجيب لك الحجة، نجيب لك الحجة. أمراء اغتصبوا بنات وقتلوهم وما زالوا في القصور تاعهم، هذه مش شفتهاتي أنا. روح ادخل عند وائل نايف، وائل نايف هو معارض سعودي ومن البيت الملكي تقريبا، وعنده علم مطلع بالسياسه وراه معارض، وعنده في التيك توك يسموه وائل نايف. روح ادخل عنده وتشوف الفضائح. قتل الناس العلماء الذين قالوا كلمه الحق، اللي يقولوا كلمه الحق قتلهم فوق المنصات، حكم عليهم بالاعدام فقط لانهم خالفوا الهوى تاعو وخالفوا المشروع تاعو افساد السعوديه. قتل ادباء، خاشقجي على راسهم يعني كاين، ما نقولوا خاشقجي راه عيب معليش، لنا ما في السعوديه. خالد الراشد، سلمان العوده، زيد وزيد وزيد وزيد، مساكين اللي راهم يقبعون فوق ال 20 و 25 وكاين حتى اللي 40 سنه في المعتقل. كاين ناس في السعوديه امراء نهبوا السعوديه وقتلوا بنات واغتصبوا وزناو وجابوا المحرمات مثل الخمور واللي بادنو يدرك راهم حلينها نورمال وهذو. علاش بن سلمان ما راحش يحارب هذا الفساد؟ لماذا يدعم هذا الفساد؟
الحجج ما دعمش هذا الفعل، وإن كان قادم وكان غالب اسمح لي محمد لنسلم لنسلم أن كلامك صح. هو ما أنا لا يعني هذه أسماء مش محتاج تسلم. لا أنا شوف إذا أكون فاسق بنبأ إذا تبين أنا هذا اللي تحكي لي عليه ما نعرفهاش يقول صح ما كنت شاهد معاه أنا ما شفتهاش قتل وما شفتهاش ما صلاش ما شفتهاش من عندنا من المساجد. لا محمد اسمح لي. لا الحجاج كنت معاه. لا صح كنت معاه هضر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج يجي بعدي كذاب الوطن الحجاج السيرة تاعو معروفة ذكر ما سوى تاعو بصح الحجاج كان من المشايخ يأتي بعدي كذاب الوطن كذاب المسلمة هذه شهادة حسن البصري الحسن البصري تعرفوا الحسن البصري رحمه الله يا أستاذ الحسن البصري يا وحس ما يا 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 ما قالكش قالك يخرجوا منها كذاب وشوى وظالم اسمعني محمد الكونيكسيو عنده وقيله شويه انت وقتها صاحبي رديتها ستابل شي ردي تاس شو خويا دوك حنا نهضروا بالعلم راك فاهمني نهضروا بالدليل خويا خضر على الدين تاعنا لا خويا ما ندوش لا انا والله ما يزعف خويا رانا نهضروا ما ندوش حاجه اللي تنفعنا ولا اللي سيدنا محمد علاش كويس سيدنا محمد انا خاطيني والله ما انا هو والله ما انا خويا علاه حاسه خويا والله طلعت ناقش معاه سمعتني انا شوف خويا انا المغزى من الطلعه تاعي كاع هذه بغيت نقول لكم حاجه واخا روح طلع تفرط الاجتهاد مليح الاجتهاد مليح يعني انا نعطيك معليش يخرج من الطائف من الطائف كذاب ومغير كذاب هو عمر اللي كان في العراق عمر الثقافي الكذاب الذي دعا النبوة ومغير أغار على من أغار على مكة إذا إنسان أغار على إنسان كافر ليس كافر لكن نرجع هل الحجاج نشر الزنا في العراق نشر الخمور في العراق نشر الكفر هل هو حكم شرع الله أم حكم قوانين وضعية هل هو فتح باب الرشوة وباب الزنا وباب الدعارة وباب الوسخة كان من أغير الناس بشهادة حسن البصري الذي أنت تستشهد به من أغير الناس على النساء يغير عنده غيرة الله يهدينا ويهديك اللهم آمين الجميع إن شاء الله الله يهدينا ويهديك لكن فرق بين الظلم وبين الكفر بين الظلم والكفر أنا نسألك سؤال وراك لتحت من حكم قانون غير شرع الله هل هو كافر أم ليس كافر جاوبني اللي حكم قوانين غير قانون الله في أمة إسلامية أمة مسلمة جاب لها قوانين وضعية تخالف شرع الله أصلا وطبق على هذه الأمة هل هذا كفر ولا موش كفر جاوب درك تعرف باللي الحجاج موش كافر طاغية راني معاك ظالم راني معاك قتل هي أنا ما قلتلكش كفر احنا كفرنا بالكبائر ما كفرناش بالكبائر له ما له وعليه ما عليه وهو عند الله كما قال الحسن البصري وغيرهم قال إن شاء الله عذبه وإن شاء الله رحمه هذا العالم اللي راك جاي تستشهد به على الحجاج لكن احنا الهضره تاعنا مش على الحجاج الهضره تاعنا على هذا الحكم اللي ضرك هل حكموا شرع الله في الأمة ما داروهاش جابوا قوانين وضعية مخالفة لشرع الله الحكم تاعهم كفار ولا ما مش كفار خليك انت مادام تتكلم على الدين وتعرف الحسن البصري وتعرف العلماء وتعرف أنس بن مالك وتعرف ليث بن سعد وتعرفهم كامل تعرفهم كامل حتى ما قلت لك الصلاه منعوا الصلاه انا ما هضرت لكش على الصلاه ما تبقاش تفيس انا قلت لك من حكم ما شوف السؤال تاعي ما تهربليش ورا الصلاه والزكاه والصيام هنا هادو هنا ما منعوش الصلاه وما منعوش الزكاه وما منعوش الصيام مع انهم دوله مسيحيه هل معنى هذا انهم مؤمنين يدخلون الجنه هنا محمد في هولندا كي تروح تبني مسجد
البلديه دعمك، يزيدونك دعم، يعطوك دراهم باش تبني هذاك المسجد. هل معنى هذا ان ندخلوا الجنه؟ في معتقدين لا، في معتقدهم هما راح يروحوا الجنه وحنا راح نروحوا النار. في معتقدنا احنا نقول لك لا، عاوني صح له في الدنيا اجره في الدنيا، كما يقول لك يستوفيهم الله اجورهم في الحياه الدنيا وما لهم في الاخره من نصيب. هذا ديننا. هل معنى هذا انهم هم خلفاء المسلمين؟ حجتكم مردودة عليكم. هيا ما لا درك وليت تتحرك على فمك حجتكم، هاني بلوكيتك ديريكت. بس كنتم ما تستخباونا. لا محمد معليش لا تفضلت. انا اظن شوف معليش اخ محمد. تفضل تفضل. اجابة فقط على الاخ حبيب. شوف شوف كاين معايير، انا من اظن من المعايير اللي عرفتها يعني من اختيار الحاكم في الاسلام يعني هو يكون العدل والانصاف، هذه الحاجة الاولى. العلم والفضل. الورع والتقوى، القدرة على الحكم، هذه من بعضها. أما كما يقولوا إحنا يا دور الحاكم ولا مسؤوليات الحاكم، من أولويات مسؤوليات الحاكم المسلم أو في الإسلام هي أولا حفاظ على حقوق الله اللي هي تطبيق الشريعة والسنة، أو من أولويات الأولويات تاعو. القضية ماشي قضية أنه لم يحرمك من الزكاة ولا من الصيام ولا، القضية في تطبيق الشريعة، تطبيق الشريعة الإسلامية في الأرض. هذه الحاجة لازم يكون هو واقف عليها من أولويات الأولويات. القضية مش أنه كما قلت أنت ذكرت الأخ محمد هذا الحديث تاع عدم الخروج على الحاكم. الآن لازم نقول ما هو الحاكم في الإسلام، ما هي الشروط التي لازم تتوفر على هذا الحاكم في الإسلام حتى لا تخرج عنه. هذا هو السؤال الجوهري. لا وما ذي يحبوا جدلو غير هكذاك بارك. هو كي قلت له بارك زمبل هل حكم وشرع الله أهرب بالواحد الحاجة أخرى هاو قاعد كتب عليك هاو قال لك لما يمنعوا الصلاة ولما يمنعوا الزكاة ولما يمنعوا الصيام سما كي يجيك ويسمح لك تصلي يكثر خيرك يتبون كي خليتنا نصلوا راك مسلم يكثر خيرك يخليتنا نصوموا وكأن الدول الأخرى تمنع هذا الشيء. راني عايشين في أوروبا والله يا خوتي ما يمنعون نروح نصلوا المساجد مفتوحة ويدعموك ونهار ناضوا هذوك العنصريين والله محمد خيراني في اوروبا اسمح لي من تلقى نهار خرجوا العنصريين هذوك وبدات حمله ضد المسلمين والله غير جابوا الشرطه تحمي في المساجد سخروا الشرطه الهولنديه والله غير واقفه على ابواب المساجد وتحمي في المساجد. اما لا نقولوا عليهم حاكم شرعي وهذو خلاص هذو هم الخلفاء في الارض تعرفوا تبردعوا الناس تحبوا تحشوا للناس. من هو الحاكم الشرعي الذي قال عنه البخاري والله مسلم والله أي واحد من العلماء من هو الحاكم الشرعي الذي لا يجوز الخروج عنه؟ نقطة إلى السطر خلاص نقطة إلى السطر. عرفني من هو الحاكم الشرعي الذي لا يجوز الخروج عنه ثم نتكلم في التفاصيل. انقش العرش ثم كمل الخدمه تاعك نثبتوا العرش الساعه ومن بعد نشوفوا فاش نديروا. خلينا نثبتوا النقطه ما تجيش تحشي لينا بالهضره حاسب روحك حاسب روحك باللي راك جاي تكلحني. انا ما نتكيفش الزطله يا توريريزم انا نتكيف الطابه ها الرب شحال من قطره نولي لكم عطرينها طابارولي طابارولي هذه يقولوا لها خوتي هذه يقولها في اوروبا تنفع طابارولي. جيت نصطل كون جيت نصطل نصطل ما ندير لك شاعر ما تهضرش على الدين وجيب رب الطابله نحطها كي هنا هكذا عرضني الطابله نحطها هنا ونحط لك الزطا نبرم هيك ونروح نجمعهم. اي محمد نعرف لهم هذه انا اللي في اوروبا كاين الدخان ينباع كان في الجزائر بكري كان ينباع طابارولي يقولها تاع الشعره تاع الشعره هذه تنباع في اوروبا تشري الماسا وتشري ليفيت وتشري باكي تاع طابه تاع الشعره هذه هي طابارولي. ايه هما يحبوا يكلحوا الناس لا انا مش عارف كيفاش وكيفاش هذه لا شغل انا روح ما على باليش لا راه يسمع فيا ولا ما راهش يسمع فيا بس انا ما نعرفش نحي ستيلو انا نعرف نبلوكي برك روح علاش محمد هذو ما يلا غالب لغا ما يعرفوش انا رانا عرفنا لهم نعرفنا لهم سيكوا هذاك الشيء اللي راك ترولي فيه هذيك سي طابارولي. وكاين باع طابا تشري باكي تبغي تشري تقول يعطيني طابارولي. لا اله الا الله مانيش مقلق منهم خويا محمد اخويا انا نشتيك بزاف متبعك من بكري ولا غير من بكري احبك الله الذي احببتني فيه خويا احبك الله الذي احببتني فيه. الناس اللي تقول تدخل لك في قضيه الخروج على الحاكم السؤال المطروح ما هي الحاكم المسلم في الشريعه تاعنا ما هي مهامه
أنا بكل بساطة أقول من مهام الحاكم هو تطبيق الشريعة في الحكم، الالتزام بالأحكام الشرعية، يا إما في القضاء ولا في التشريعي ولا في التنفيذ. أمر بسيط، نحكم هذه الأمور ونطبقها على حكامنا الحاليين، هل يقومون بهذا الدور؟ سهل مهل يا ودي والله، وجيب الأخلاق والعلم انت أبا سالون وتطبقوا على هذه الحكام تاع العرب دروك، يطلع اللي أبا سالون أعلم منهم وأشرف منهم وأتقى منهم. والله أبا سالون المنافق لا عنده أخلاق أحسن من هذا اللي راهم حاكمين في نظرك. يشترط في الحاكم أن يكون عالما بدين الله، عالما بدين الله. الحجاج طاغية، رانا متفقين باللي راه طاغية، واحد ما قالك ماهوش طاغية وقال لك راه ملك مصور فوق الأرض، لكن هل هو عالم بأحكام الله؟ راه كان يدرس القرآن. حتى الحسن البصري شهد له أنه قالوا من أعلم الناس باللغة العربية وبأحكام القرآن. هذا الحجاج اللي راك تهضر عليه أنت، يجي تقول الحجاج يا وظني ظني الحجاج يوم القيامة يدخل الجنة وإحنا اللي أنت وأمثالك تدخل الجهنم. ظني ظني الله العظيم يشوفوا غير راه الطاغية. ما شفتوش الفتنة اللي كانت قائمة في العراق؟ من أطفاء نار العراق؟ من أطفاء الفتنة تاع العراق؟ من حارب الخوارج؟ من حارب الفساد في العراق وفتنة التشيع في العراق؟ وشكون اللي حاربها؟ مش الحجاج بن يوسف الثقفي؟ قول له من فتح الهند؟ إيه الهند وأرض السند شكون اللي فتحها؟ شكون اللي وحد أقطاب الأمة؟ إحنا نقولوا باللي دار قتل ظلم ظلم، بس حدا كذلك حوايج مليح. راه وحد الأمة يوم ما جاء الحجاج كانت الأمة منقسمة إلى أربع أجزاء، أربع أربعة، كل ينادي بالخلافة تاعو، كل واحد ينادي وطاحن وقتالات بيناتهم. واحد الأمة اللي دق الدينار الذهبي عبد الملك بن مروان بالفكرة تاع الحجاج، اللي دار دواوين باللغة العربية، اللي دار طرق من العراق البيت الله باش يحجوا، دار فيها الماء كما نقولوا احنا اللي رستورون يقعدوا يشربوا ويرتاحوا الحجاج، ودار فيها الابار تاع الماء ودار فيها. شكون اللي دارها؟ دارها الحجاج. شكون اللي كان يساعد في طارق بن زياد؟ مش الدولة الإموية في وقت الحجاج بن يوسف الثقفي كان يساعد في طارق بن زياد في الجزائر؟ جاي تشاركوا عليه فيهم كان طاغية. يو هادو ما همش طغاة، هادو كان طاغية، هادو ما همش طغاة، هو طاغية وعنده في الدين. نهار يلاقي ربي يقدر يحاجه بالقرآن، قال يا ربي أنا قريت هذه الآية وفهمتك، قريت هذه الآية وفهمتك. أنت ما هي حجتك أمام الله؟ ما هي حجتكم أمام الله؟ ما حفظتوا القرآن، ما حفظتوا سنة، ما حفظتوا دين. يا رب حتى الفرنسي تهضروها بالمكسر، الفرنساسية تهضروها بالمكسر، درجوا وتغلطوا فيها، درجوا وتغلطوا فيها. بأي لغة راح انت تحجوا رب العالمين؟ مانيش فاهم انا، والله ماني عارف. المهم خاوتنا اخويا خليك فوق البسكليتة تاعك، ربي يحفظك. وخونا فيك والله غير متشرفين بكم، ربي يبارك فيك. الله يعزكم ربي، يقدرنا ويقدركم. محمد ربي يحفظك، الله يحفظكم انتم اخويا. وين تعاود دير لايف محمد؟ يا الله انا جاي ناكل عندك الشواء، قول لي وراك باش ناكل الشواء، مش قول لي كيفاش دير لايف. ارواح مرحبا بك ارواح، شحال من خطره نقار عليك في ريبيبليك ما جيت. نجيب ربي ان شاء الله، نجيب ربي. الله يحفظك محمد، الله يحفظك محمد. من بعد اتصل بك بريفي محمد. عندك النيميرو تاعي؟ عندي في الواتساب، ما عرفتنيش ولا مالك؟ يا عرفتك كمل تعيط لي تقول لي نتصل فيك بريفي، اتصل بريفي عادي. وي في الواتساب ان شاء الله. ان شاء الله اخويا، ربي يحفظكم. يلا السلام عليكم. ربي يجازيك محمد، شكرا. السلام عليكم.